يا مساء الفل واهلا بيكم معانا حلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم ايه يا جماعه؟ النهارده معانا يوم ان شاء الله يعجبكم، لكن طبعا في البدايه ارحب وامسي على نوران. يا مساء الفل يا نور. يا مساء الجمال يا فاروق، عامله ايه؟ انا كويسه. كله 100 100 الحمد لله. لازم الناس تعرف احنا كنا بنتكلم على ايه قبل الهوا. ما علينا، هو دايما حرق دمي. بس يعني طبعا مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. احنا النهارده معانا يوم مميز جدا ومختلف وفني، لكن في الاول هنتكلم عن ان احنا هيبقى معانا فقره طبيه عيش صح. بالظبط كده. بصوا يا جماعه، طبعا يعني الفتره اللي فاتت يمكن عندنا يعني الاعمال الفنيه طبعا متواجده بشكل ما، لكن ما كانتش بكثره. ما شاء الله اليومين اللي فاتوا الحمد لله ابتدت بقى ايه الاعمال الفنيه تعود مره اخرى، وكمان الاعمال السينمائيه. علشان كده النهارده هينورنا بقى في الاستوديو اتنين من انجح الشباب المؤلفين ان شاء الله، وهو احمد عبد الوهاب وكريم سامي. يعني طبعا بعد نجاحهم فيلم القطه الخطة العايمة، لان هو اتغير اسمه اكتر من مره، وطبعا ليهم اعمال مختلفه، وهو بطوله طبعا علي ربيع وغاده عادل وطبعا عمرو عبد الجليل طبعا مع حفظ الالقاب ليهم كلهم. وكمان هنتكلم معاهم عن صباحيه مباركه طبعا المسرحيه اللي بيتم عرضها، وكمان مسرحيه اللوكاندا. ما شاء الله كلها اعمال فنيه مختلفه وجميله جدا، ان شاء الله هيكونوا منوريننا في آخر فقرة معانا من إين بوكس. حلو جدا. أما دلوقتي بقى فإحنا هنتكلم في فقرتنا عن صفحة اسمها يوميات جاسمين في نيويورك. يمكن اللي أسستها بنت مصرية عايشة في أمريكا اسمها جاسمين نجيب، ويمكن بيتابعها أكتر من 250,000 شخص في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبتعرض فيها فيديوهات مختلفة ومتنوعة عن المعالم اللي موجودة في أمريكا. ويمكن هي من خلال فيديوهاتها عايزة توصل رسالة للناس. يمكن كل الناس متخيلة أن أمريكا هي أرض الأحلام، هي الأرض المثالية اللي ما فيهاش غلطة، كل حاجة فيها حلوة جدا ومبهرة. طبعا أكيد أمريكا فيها حاجات مبهرة كتير، لكن هي كمان بتوري للناس أنه أمريكا زيها زي أي بلد، فيها شوارع بسيطة جدا، فيها حاجات بسيطة، ويمكن كمان بتعرض أثار مصرية ومعارض معروض فيها أثار فرعونية مصرية لينا في أمريكا. ويمكن الفيديو اللي هي عرضته كمان كان حصل على مشاهدات كتيرة جدا، منهم اللي هو معرض مترو. تمام. معرض مترو ده موجود في آثار فرعونية موجودة. طب ما تيجي برضه نعرف الناس أكتر عنها، يعني نشوف الفيديو ونرجع بقى نتكلم بالتفصيل عن جاسمين. يلا بينا. عشان نتكلم عن تفاصيل أكتر احنا منورانا على التليفون جاسمين نجيب من نيويورك. يا جاسمين ازيك؟ ازيك نوران، عاملة ايه؟ الحمد لله. الأخبار؟ سلم كمان على أحمد. ازيك يا جاسمين، أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه يا جاسمين الثلاجة الخرافية اللي أنت صورتيها في الفيديو ده؟ لو سمحتي بس اسمحلكي تقولي عليها تلج. لو سمحتي دي ايه؟ احكي لنا الاول الفكره يعني فكره التلاجة او نوعيه الفيديوهات اللي بتقدميها. ايه اللي خلاكي تفكري في ان انت تعرضي معالم او مزارات في امريكا؟ الحقيقه بصراحه يعني انا اول ما جيت لقيت الدنيا غير ما احنا متخيلينها خالص يعني. فحبيت يعني ان انا اطلع الصوره اللي الناس مش شايفينها، لان احنا طبعا بنعرف امريكا عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الموفي اللي بتتعرض في السينما. فلا، الحياه هنا عاديه جدا زيها في مصر زي في اي حته في الدنيا. فحبيت ان انا انزل الشوارع اتمشى زي اي حد ممكن يجي ويتمشى ويتفرج على الحاجات دي. فحبيت ان انا الصوره دي عن طريق الصفحه يعني. اللي هي فكره عوده الخواجه. هيا جاسمين. بالظبط هي دي. طب احكي لنا كده اكتر يا جاسمين عنك. هم مش خواجات حقيقه، احنا اللي متخواجين دلوقتي في بلدنا. والله احنا احسن بكتير الحمد لله برضه في بعض الحاجات. قولي لنا كده، احكي لنا عنك اكتر، ايه اللي خليكي تفكري في يوميات جاسمين وبتعملي ايه بالظبط؟ هو في الحقيقه الفكره جات لي من اول ما جيت امريكا 2008. تمام. بفكر ان انا عايزه اوري الدنيا هنا بنظره ناس مصريين او عين مصريه. وبعدين رجعت عملت الصفحه من اول 2011، عملت حاجات بسيطه كده. وبعد كده الفكره بقى خلاص يعني الأكيدة كانت السنه اللي فاتت، قلت بقى لازم ان انا انزل اوري الناس بجد فعلا ايه الدنيا هنا ماشيه ازاي، حياه الامريكان هنا عامله ازاي. ناس بسيطه جدا زينا، بياكلوا ويشربوا ويعملوا كل حاجه زينا يعني، مش من العالم الفضائي يعني. بس فحبيت ان انا قلت خليتها سميتها يوميات علشان بنزل الشارع وانا بنزل اجيب اكل اصور، وانا نازله اتفسح في حته بصور. فحبيت ان انا اقضي يومياتي هنا عشان الناس تشوف اليوميات بتاعت المصريين عامله ازاي بالظبط يعني. طيب جاسمين، يمكن من اكتر الفيديوهات اللي كان عليها تفاعل كبير جدا من الناس اللي بتتابعك هو معرض او متحف المترو. ومتحف المترو ده معروض فيه اثار مصريه فرعونيه.
كلمينا عن الفيديو ده، انت حضرتي له ازاي وازاي الناس تفاعلت معاكي؟ في الحقيقه هو متحف مصر يعني في اثار لكل حضارات العالم، بس طبعا يعني اكيد بما اني انا مصريه فهركز على الجزء الفرعوني اكتر. فانا اول مكان زرته هنا في امريكا كان متحف مصر، وبعدين صعقت صراحه بكميه الاثار اللي موجوده وقد ايه تفاعل الاجانب معاها. يعني دايما القسم الفرعوني بيبقى فيه زحمه وناس كتير جدا اكتر من اي حته ثانيه، يعني اكتر من اي مكان موجود جوه في المتحف. تمام. فبشوف قد ايه انبهار الاجانب دي، بيبقوا جايين من كل العالم، مش ناس عايشه في امريكا بس، يعني جايين من كل انحاء العالم وجايين يتفرجوا على الاثار المصريه جوه متحف مترو. فبابا فخوره جدا، عايزه اقول لهم يا جماعه انا دي، انا دول احنا الحضاره. بالظبط. فببقى يعني مبهوره جدا وفخوره جدا برد فعل الناس على الاثار المصريه الموجوده في المتحف يعني. طيب جاسمين، احكي لنا كده يعني يومياتك اللايف عامله ازاي؟ يعني كل يوم بتطلعي من مكان معين زي ما تيجي معاكي كده، ولا انت بتكوني محدده المكان ده بمعلوماته؟ والله انا لسه عامله لايف كان تقريبا من يومين، كنت بنازله وادور على سندوتش طعميه في مانهاتن، وكنتش لاقيه. نازله ايه؟ كنت حابه تدوري على سندوتش طعميه؟ فلافل. والله. ولقيتي؟ فلافل دلوقتي وعين السمرانيه يعني. فكنت حابه الناس تشارك معايا رحلتي وفي المأساه ان انا بدور على سندوتش فلافل ومش لاقياه، فده كان يعني جا كده بالصدفه، فقلت لازم الناس تشاركني يعني. بس عامه في ساعات ببقى فعلا محضره الفيديو لايف قبليها، ببقى محضره الاسئله او الكلام اللي انا هقوله، في ساعات بتبقى نازله مكان عجبني حاجه فبشارك الناس، يعني خلي الناس تشارك معايا اللحظه يعني. حلو. طيب ايه اغرب المعالم السياحيه اللي انت شفتيها في امريكا؟ هي مش معلم سياحيه قوي، هو او الاماكن كان حاجه كاليفورنيا قوي. كنت كان هم هنا ساعات في حته اسمها ستاتن ايلاند هنا في نيويورك بيعملوا زي شو بتاع الكريسماس، فقلت بقى انزل الاقي بقى حاجه. كان في السكه تقريبا كان ب 60 دولار حاجه كده، فانا قلت هنزل بقى الاقي حاجه خرافه حاجة. واو. يعني لقيت، نزلت لقيتهم يا لقيت عاملين شويه انوار، نور على الحيطه ونور في الارض. والناس ماشيه تتفرج على النور، نور ايه اللي انا بس اتفرج عليه ده؟ بنعملها في روكس عندنا هنا في مصر. احنا عندنا زينه رمضان برقبتهم. يعني لا يعني كان الموضوع بالنسبه لي حاجه غريبه. جاسمين يعني انت عايزه توصلي للناس انه امريكا زي ما هي فيها حاجات مبهره، بس برضو هي زيها زي اي بلد فيها حاجات عاديه وبسيطه وشوارع بسيطه ويمكن اقل من البسيطه كمان. جدا جدا، وفي عشوائيات هنا كتير الناس مش مصدقه، وشوارع مكسره عادي، ناس بترمي زباله في الشارع، وناس مش مهتمه، وفي هم كتير اللي هم الناس اللي بيبقوا ما لهمش بيوت ولا اي حاجه، قاعدين في الشوارع طول الليل والنهار بيناموا في الشارع. وكمان في منهاتن جوه تايم سكوير في ناس كده قاعدين في الشارع. ففي ناس مش كانش متوقعه كده، هيجوا بقى يلاقوا ورد وزهور في الشوارع بقى وناطحات سحاب، بس لا في كل حاجه، في بيوت بسيطه وفي بيوت مكسره يعني. طب والزحمه؟ كل حاجه موجوده هنا في امريكا. الزحمه هي زي ايه يا جاسمين؟ الزحمه؟ هل في زحمه هناك في امريكا زي عندنا مثلا؟ طبعا طبعا، نيوسن نيدلسي بيبقى فيها اكبر تجمع للناس، فزحمه جدا طبعا، وفي ترافيك طبيعي في طريق، بنقف المرور ساعات برضه في الاطارات وقت طويل وعادي يعني، بس دول اكثر ولايتين بيبقوا فيهم زحمه، اللي بيبقوا فيهم سياح من كل انحاء العالم، وكمان فيها كثافه سكانيه كتير، ففيها اكيد يعني. طيب جاسمين، يعني اكيد طبعا اليومين دول والفتره اللي فاتت فيروس كورونا، يمكن امريكا تعتبر يعني الوحيده اللي دخلت مثالي على الموجه الثالثه مش الموجه الثانيه، يعني هي مثالي دلوقتي الفيروس كورونا عندها مستمر ما توقفش تماما. كلمينا كده عن اجواء عندك عامله ازاي، وازاي كمان دلوقتي الناس بقى عندك اللي حواليك والمحيط بتاعك يعني مخليين بالهم مش مخليين بالهم؟ كلمينا كده شويه عن الاحتياطات عندك. وكمان سلوك الامريكان، يعني يمكن احنا هنا برضو بنلتزم بالتعليمات نوعا ما، هل هناك في ناس بتلتزم ولا برضو في ناس ما بتحبش تلتزم وتلبس الكمامه والطبيعه يعني البشريه؟ والله احنا مش دخلنا في الموجه الثانيه ولا الثالثه، احنا دخلنا في الغريق خلاص. الغريق. الناس هنا بتحتضر، بس يعني لا، في برضه في ناس كتير ما بتلبسش الكمامه عادي وتمشي من غيرها، وفي ناس مش بتلتزم. لا في كل حاجه عادي يعني، يمكن دلوقتي المحلات مش مشدده شويه، ان انت ما تدخل لازم تبقى لابس الكمامه وما تشيلهاش وانت موجود، بس لا بدخل عادي محلات السوبر ماركت او اي حاجه وبلاقي ناس شايله الكمامه عادي وبتتكلم ومفيش اي مشاكل.
ودلوقتي عادي المطاعم ممكن تدخل وتقعد تاكل فيها طبعا ما تبقاش لابس الكمامه. فلا انا مش شايفه بصراحه ان هم يعني واخدين احتياطاتهم قوي، يعني مش اللي هم عندهم وعي كامل بالموضوع. ده في كمان كان في ولايات كتير بتعمل مظاهرات مش عايزين يقعدوا في البيت، عايزين ينزلوا يشتغلوا، مش همهم الكورونا يعني وقت ما كان الموضوع واخد ذرويته يعني، لا كان عايزين ينزلوا عادي في الشوارع وكانوا متضايقين ان هم قاعدين في البيت. طب جاسمين شايفه ازاي هيتعاملوا الفتره اللي جايه مع الموجه الثالثه عندكم؟ يعني هل برضه هتكون بنفس الشكل بالنسبه للموجه الاولى والثانيه، ان الناس برضه هتقعد في البيت وهتباشر عملها من داخل المنازل، ولا الوضع دلوقتي هيبقى مختلف شويتين ثلاثه؟ هو في الحقيقه دلوقتي هم موقفين شويه، انا هتكلم اكتر على نيويورك ونيوجيرسي لان دول المتواجده فيهم دايما. دلوقتي طبعا ما فيش مدارس، كله اونلاين سواء الكليات او المدارس العاديه. ابتدت الاشغال تفتح شويه عن الاول، بس واخدين شويه احتياطات عشان سلامه الموظفين اللي شغالين. بس مش شايفه اي يعني حاجه، يعني مش واخده بالي ان دلوقتي ان هم بيعملوا ده ممكن فعلا يسميهم، يعني انا حاسه ان هم عايشين عادي ما فيش اي مشاكل خالص يعني. طيب جاسمين، الله اعلم بقى اليومين اللي جايين هيبقى الدنيا ماشيه ازاي. اوكي طب جاسمين خلينا نركز على فيديوهاتك اكتر، يمكن فيديوهاتك كلها فيها ضحك وهزار ومعلومات مهمه وقيمه تهم ناس كتير قوي. هل انت قبل كل لايف او فيديو بتحضري له، ولا هو بيطلع تلقائي منك؟ هو معظم اللايف لا، يعني معظم اللايف بطلع مش بحضر لها، يعني بحب ان انا كاني قاعده مع اصحابي في كافيه ولا حاجه بنقعد نتكلم، ما بنبقاش محضرين الكلام، يعني ده انا دايما اللي بحب اعمله مع الناس الموجوده عندي على الصفحه. ما بحبش احضر اي حاجه لللايف، بس معظم الفيديوهات ببقى في فكره جت في دماغي، فبحب بقى ان انا ابتدي لو في معلومه ناقصه عندي اسال الناس المختصه، يعني لو في حاجه تخص الهجره او كده بسال الناس المختصين في موضوع الاميجريشن هنا، باخد منهم معلومات عشان اعرف اطلع اقول كلام مظبوط. او مثلا حاجات تخص القانون هنا او كده، فبحاول اسال الناس المتخصصه وابقى واخده خبره منهم اكتر قبل ما اطلع اتكلم. لكن في الغالب الحاجات اللي بتبقى عاديه ببقى انا مطلعاها تلقائي مني. عظيم جدا. طيب جاسمين معلش برضو عايز ارجع معاكي مره تانية للثلاجه. هي الثلاجه دي بتعمل ايه بالظبط؟ يعني هي ثلاجه اندرويد ومنها بقى اشكال والوان مختلفه بقى وكل حاجه، وكمان بتعمل ايه بالظبط؟ يعني هي كلها يعني الفكره فيها ان هي فيها الشاشه الكبيره دي ومنها اي او اس برضو، ولا هي كلها ايه الموضوع ماشي ازاي؟ بص هي الثلاجة دي بقى تقريبا بقى لها سنة نازلة الأسواق. بس نزلت تقريبا ما حدش اشتراها ولا إيه مش عارفة، كانت نازلة بقيمة حوالي 3500 أو 3600 كمان. وبعدين فجأة بعديها بيومين، يعني أنا شفتها كانت ب 3600، بعديها ما فيش يومين ثلاثة فجأة لقيتها ب 2900 وحاجة، فنزلت لايك حوالي $600 فجأة مرة واحدة. فانا قلت لازم اشوف الثلاجه دي مالها في ايه، فقعدت بقى العب جوه الثلاجه اشوف فيها ايه، فلقيت لا يعني حرام والله تنزلوا سعرها ليه يا جماعه، دي جميله هي وحلوه. فابتديت بقى اصور الفيديو لان يعني مش فاهمه، طب انت ثلاجه ولا انت متنكره ولا ايه؟ طب احنا عايزين ايه من الثلاجه؟ انا هخش الثلاجه اجيب شويه ميه وامشي، ايه اللي هيخليني اقعد اتفرج على فيلم جنبيها؟ يعني هي هاي تك قوي لدرجه ان الناس مش حابه تشتريها او تقتنيها لان هي التكنولوجيا فيها عاليه قوي، صح؟ ممكن مش عارفه يعني. بص هو المشكله ان هي بحجمها الكبير قوي دي، الامكانيات اللي فيها مش ما اعتقدش ان الناس يعني كل الناس تقدر تجيبها، يعني محتاجه مكان معين يتحط فيه، يعني اكيد بيت كبير، حد بيهتم قوي يبقى شقته كلها فيها او بيته يعني فيه كله تكنولوجيا، فدي تبقى حاجه من ضمنها. لكن هي ما فيهاش ميزه خالص اكتر من الشاشه اللي معروضه جواها، ودي كفايه يعني، دي كفايه يعني مكان التلفزيون. يعني ما مش عارفه، ممكن لو حد بيحب يحط تلفزيون في المطبخ بقى فدي تبقى البديل يعني. طب ايه اكتر سؤال بيتسالك او يعني ناس بتقوله لك او بتساله لك في اللايف؟ دايما هنيجي امريكا ازاي؟ او ابعت لنا دعوه عايزين نسافر. ف طب ما فيش يا جماعه والله في حاجه اسمها دعوه، احنا مش قاعدين في الخليج، ما فيش دعوه هنا يعني، ما ينفعش حد يبعت لحد دعوه ولا اقدر اسافر حد، لو كان بيجي كنت ممكن اعملها، لكن ما فيش الكلام ده. عايز تسافر ما فيش اي حاجه طريق غير الهجره، هو ده الوحيد اللي تقدر تسافر بيه، او لو انت تقدر تيجي سياحه، لكن غير كده ما فيش. ده تقريبا السؤال ده اللي بساله كل لايف وبجاوبه نفس الاجابه هي. نورتينا برضه نفس القصه، الشباب فاكره ان الدنيا هنا واو قوي، فانا بحاول اوريهم بقى لا
ما تفكرش ان انت تسافر عشان مصر احلى. البلد دي احلى يا جاسمين. عمار يا مصر. بالظبط بالظبط. نورتينا يا جاسمين قوي، وفكرتك هايله، واستمري فيها وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا جاسمين، نورتينا جدا. شكرا جدا والله. يعني افكار مختلفه، واحنا دايما من زمان هي دي مشكلتنا بقى، عقدة الخواجه. يقول لك بره اصل عندهم ايه، بره مش عارف بيعملوا ايه. والله العظيم يعني مهما اتكلمنا وقلنا وعدنا، واكيد طبعا من حضراتكم اكيد يعني ناس سافرت وقعدت بره لسنوات كبيره، مهما كان عندهم ايه، البلد دي برضو والله العظيم احسن من ألف بلد. الحمد لله وربنا يحفظ مصر كده، وعندنا حاجاتنا في مصر هنا يا رب. الواحد يعني يتبسط بيها جدا. ويمكن الافلام دايما في هوليوود بتركز قوي على ان امريكا فظيعه وارض الاحلام واحسن معالم موجوده فيها وناطحات سحاب، عشان كده الصوره دايما او الصوره الذهنيه اللي انطبعت في وجه في دماغ الناس عن امريكا ان هي مفيش منها ابدا. ده اثر علينا بشكل كبير، لكن فكره جاسمين حلوه قوي ان هي طبعا تطلع انه امريكا او اي دوله اوروبيه او اجنبيه زيها زي اي دوله، بسيطه جدا وفيها حاجات مبهره وفيها حاجات غير مبهره. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل وهنستقبل بقى مؤلفين الخطه العايمه ومسرحيه صباحيه مباركه وكمان مسرحيه اللوكاندا. يمكن الثلاث اعمال الفنيين دول كسروا الدنيا الفتره دي، وناس كتيره جدا بتتكلم عنهم بشكل كبير. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي منورنا في الاستوديو اثنين من اشطر المؤلفين الشباب في جيلهم، قدروا يثبتوا نفسهم في وقت قليل جدا باعمال كسرت الدنيا، اخرها طبعا فيلم الخطه العايمه اللي بيتعرض في السينمات دلوقتي، وكمان مسرحيه اللوكاندا ومسرحيه صباحيه مباركه. هما الاثنين شاركوا في الاعمال دي، والاعمال دي فعلا حققت نجاح كبير جدا، وهما دلوقتي منورنا في الاستوديو عشان نعرف منهم تفاصيل الاعمال دي وايه كمان اعمالهم اللي جايه. منورنا كريم سامي، ازيك عامل ايه؟ اهلا بك. الحمد لله تمام. واحمد عبد الوهاب، اهلا بيك. كريم واحمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله 100 100. طبعا الف مبروك على كل الاعمال الجميله والناجحه دي ما شاء الله. الحمد لله. ربنا ربي يوفقكم. لكن خلونا كده في البدايه يعني ابدا مع يمين. احمد كريم. كريم احكي لنا كده عن بدايتك انت واحمد، وبالذات كمان في مشاركتكم مع بعض في سيناريو او في التاليف. الموضوع بدا ازاي؟ الموضوع بدا ازاي؟ احنا اصلا ممثلين. عبد الوهاب القاهره وانا عين شمس. تمام. اتجمعنا عند استاذ خالد جلال في الاوبرا مركز الابداع الفني، بندرس تمثيل نفس الدفعه بتاعه ربيع واسقس وتوتا وويز وكل الناس، كلنا مع بعض. وبعدين اصلا استاذ خالد بيبقى الماده بتاعته قايمه على الارتجال، ان احنا بنكاري المشاهد، فهو اول واحد خلانا ناخد بالنا ان احنا الاثنين المشاهد بتاعتنا فيها شويه افكار وكوميديا وكده. ابتدينا نشتغل مع بعض، عملنا اول حاجه برامج، بعد كده عملنا اعلانات، بعد كده شويه حلقات دراما منفصله، وبعد كده منها للسينما. ابتدينا نشتغل مع بعض يعني على الموضوع دوت. لا انت لا لحظه كده، انت عديت شويه برامج وشويه حلقات وشويه حاجات عادي كده، حاجات بسيطه والله. عملت ايه يا احمد؟ يعني عادي كده. زي ايه يا احمد؟ طيب عملتوا ايه؟ عملنا اول حاجه عملناها كان برنامج اسمه ما يصحش كده مع عمرو راضي. ايوه. وبعد كده منه عملنا برنامج اخر الليل هشام منصور، كان سكتشات وكان فيه برضو على الديسك مونولوج لهشام منصور ومثلنا في السكتشات دي. عملنا اعلان بعد كده، اعلان في الراديو. تمام. وعملنا برنامج اسمه ده كلام سالي شاهين. صح بالظبط. عملنا ايه تاني؟ عملنا شويه برامج. طب على ما تفتكر كده بقى يا احمد شويه الاعمال اللي انتوا مش واخدين بالكم منها. طبعا انا ببارك لك على فيلم الخطه العايمه. يمكن الفيلم ده كسر الدنيا، والناس كلها دلوقتي مقبله على ان هي تدخل تحضره. الفكره بقى لها 4 سنين في دماغك، صح؟ طيب احكي لي بقى، يعني ليه بقى لها 4 سنين ونفذتها دلوقتي؟ هي مش الفكره بس اللي بقى لها 4، الفيلم كله مكتوب من 4 سنين. هي الفكره هي مستوحاه من فيلم اجنبي، ان ازاي المكفوفين يقدروا يعملوا حاجات مش لا تتناسب مع ان هو مكفوف يعني. فمن هنا جت لنا الفكره ان احنا طب ما نحطهم في موقف كوميدي برضو، يعملوا حاجه صعبه المفروض عليهم، فدي هتطلع كوميديا اكتر. فكتبنا الفيلم من 4 سنين في المطلق، امننا بالفكره بس وكتبناها، ومفيش حد ومش عارفين نوصله لحد. فكتبناه وسبناه. يعني حاجه تبقى معايا 4 سنين سبناها كده موجود لحد ما نعرف نوصل لحد.
وانتوا طول الاربع سنين بتدوروا على حد توصلوا له الفكره؟ لا بنكتب حاجات ثانيه يعني مع البرامج في الفيلم دي. نفسه الخطه العايمه كنتوا بتحاولوا طول الاربع سنين دي توصلوه لمنتج او نوصله يعني. لمخرج نوصله بالذات فعلا كان في دماغنا استاذ معتز التوني عايزين نوصل لاستاذ معتز التوني بس ازاي بقى نوصل لاستاذ معتز دي كانت الصعوبه توصل بشكل كويس كمان بوصل كمان بشكل كويس هم اصحابنا ربيع وتوتا واصحابنا بس احنا برضو يعني نتحرج ان احنا نقول لهم ما توصلوا لنا الورق عندنا عزه النفس بس في الاول عاليه شويه بقى كده الصحوبيه بقى خلاص نعمل ده يلا بينا يعني رغم ان احنا مثلا يعني بعد شويه خطوات كده بقينا احنا اللي بنكتب مسرح مصر السيزون الخامس والسادس اللي هو بدا دلوقتي العرض كنا احنا اللي بنكتبهم رغم برضو العلاقه ديت ما كناش حابين نعرض يعني هو ربيع كلمنا قال لنا تعالوا اكتبوا المسرحيات وكده بس ما قلناش برضو في فيلم كذا او كذا وكده كان اول حاجه اشتغلنا معاهم في فيلم تاني لسه ما اتعملش فاتكتب في اراء استاذ معتز فعارف ان احنا شويه يعني شطار وكده فكان عندهم هو مشكله في فيلم هيعملوه بدل الخطه العايمه فعرف الفكره ديت فعملناه والفيلم الاولاني اصلا هو عرفنا منه ما اتعملش لحد دلوقتي نصيب يعني الفيلم وقف قلنا له احنا عند في فيلم تاني هنديهولك بقى اقراه حلو فكان بيعمل فيلم تاني ما عجبهمش الفيلم اللي كانوا بيعملوه فراح فاكرنا اتصل بينا انتوا كان عندكم فيلم بعتوه لي فبعتناه له قعدنا استاذ معتز بيقرا الفيلم دلوقتي ده بكره الصبح هنروح هنكسر الدنيا كلمنا تاني يوم قال لنا تعالوا لي المكتب رحنا قريت الفيلم قال لنا قريته ايه رايك وحش جدا وحش جدا طب وبعدين قال ده فيلم جد يا جماعه انتوا جايبينه المعتز التوني ليه طب الفيلم ده هياخد وقت على ما قلنا له طب ادينا اسبوعين احنا ما الفرصه جت لنا هنمسك فيها مش هينفع قاعدين كل ده مستنيين واما جالنا بقى معتز التوني هنقول له مش هينفع اسبوعين قعدنا حبسنا نفسنا عدلنا الفيلم ظبطناه بعتناه له عجبه جدا بداوا شغل عليه على طول اللي هو كان في الاول العتب على النظر كان العتب على النظر ده كان جد شويه ولا كان اطاره ايه لا هو كان هو لايت الفيلم بس كان لايت بس هو مش كوميدي زي ما طلع دلوقتي كده لايت خفيف مع شويه يعني فيلم كده فيه عناصر متكامله بس احنا عايزينه يعني كوميدي كوميدي هو عايزه وبعد كده بقى اسمه الخطه العمياء بعد كده الخطه العمياء دي حاجه ثانيه بقى دي ما لهاش علاقه بالتعديل دي ليها علاقه بالرقابه من التنمر مثلا او قانون التنمر الفكره غلط يعني بالظبط بعد كده بقى اسم الخطه بقى الخطه العاميه قلنا نقربها برضو الناس يعني هو كان نزل اخبار ان في فيلم اسمه الخطه العاميه هينزل فقلنا برضو نقربها للناس ما تبقاش بعيده عن العاميه قوي فبخليناها العايمه اوكي حلو البروباجندا برضو يعني تكذب الفيلم مش مقصوده خالص والحمد لله يعني تم تعديل السيناريو كله وظبطوه ده اول درافت ان هو يتحول لفيلم كوميدي بدل ما كان فيلم فيه اكشن ودراما وحاجات بقى كوميدي بس تعديل الدرافت ان احنا وصلنا للدرافت الثامن خدت وقت طب بمناسبه ده انه الدرافت انتوا بتعدلوا بس انتوا الاثنين بتالفوا مع بعض في نفس الوقت ما بيبقاش في اختلافات ما بينكوا اختلاف وجهات النظر لا انا شايف كذا لا انت شايف كذا لا انت غلط لا انت صح ده لازم ده بيعطلكوا شويه في تاليف الفيلم ولا يعني ده بيخدم الفكره لا ده لازم يحصل خلاف هو ايه فايده ان احنا اثنين مش واحد بنالف ان احنا بنتناقش داخليا في كل الحاجات يعني لازم نختلف لازم الفكره تبقى كده لا الافيه كده مش هيشيل الافيه كده يبقى كويس طب ده تطور بتاع الموضوع لان احنا لو ما اختلفناش يبقى كل واحد يشتغل لوحده بس بالتالي برضو يعني على ما اعتقد يا كريم لو الاختلاف حتى مش في نفس قرب الدماغ يعني لو انتوا الاثنين مش قريبين من بعض في التفكير وفي الدماغ وفي الشطاره هيبقى في اختلافات على طول يعني مش لا حاجه لكن اهم حاجه في توافق ما بينكم وبين بعض ده اللي خلانا في الاول نكتب مع بعض اصلا فكره ان احنا الاثنين مثلا بنشوف ان الكوميديا ما فيهاش هزار تمام يعني الكوميديا من اصعب الحاجات اللي بتتكلم حلو الكوميديا ما فيهاش هزار دي لازم حلوه يعني عشان ما فيهاش هزار يعني في الكتابه يعني يضحك ما يضحك لا هو لازم الموقف يبقى طالع بجد جدا يعني البطل لو هيتكعبل فهو بيتكعبل بجد مش بيهزر في ان هو بيتكعبل فلما يتكعبل بجد ويقع فانا هضحك مش بيفيك هنا. يعني مش بيفيك لما يفيك ويهزر ان انا قال يعني وقعت ده هيطلع بيستظرف فلكن لما الموقف معمول بجد كوميديا الموقف بالظبط هي دي اللي بتعيش فاصلا احنا اتقابلنا على دوت لو احنا مش يعني لو احنا الاثنين مختلفين في الحته دي مش هنعرف نكتب مع بعض احنا شايفين الموضوع كده ان الكوميديا ديت لازم شغل معين فبالتالي اتقابلنا فبقينا بنكتب دوت فان انت تقعد تشتغل على الفكره ده بقى مرحله ومرحله يعني نختلف الاول داخليا نطرح كل الاسئله بحيث ان انت لما تقعد مع منتج او مخرج او الابطال يعني تعرفوا تجاوبوا على كل طبعًا. الجوانب طب احنا دلوقتي معانا على التليفون حد من اصحابكم وحد كمان من الفنانين الشباب اللي مكسرين الدنيا الفتره اللي فاتت وحاليا طبعا وهو محمد عبد الرحمن توتا يا توتا اهلا وسهلا يا مساء الفل عليك يا محمد اخبارك ايه؟ نور الحمد لله كله زي الفل يا توتا
مبروك على الفيلم. الله يبارك فيكي، ربنا يخليكي، تسلمي، شكر ليكي ولذوقك. تسلم. توتا كلمنا كده عن الفيلم، ما شاء الله اللي مكسر الدنيا دلوقتي يعني لسه، والبدايه ما شاء الله يعني مبهره جدا وفيها تفاؤل الحمد لله يعني لعوده السينما مره تانية بشكل اكبر واحسن كمان. قول لنا كده توتا بقى مشاركتك في الفيلم وكمان مع فنانين كبار زي الفنان عمرو عبد الجليل وكمان غادة عادل وطبعا حبيبك علي ربيع. حبيبي طبعا يعني دي ثاني تجربه ليا انا وربيع مع بعض، بس يعني الواحد حاسس من النجاح والفرحه اللي هو فيها ان دي اول تجربه ليه، واتمنى طبعا ان كل حاجه اعملها ان شاء الله باذن الله يبقى فيها نجاح كده والواحد يحس ان هو يعني نجاح يشوفه اول مره. اتمنى طبعا. الحمد لله الفيلم ماشي بشكل كويس جدا، وكمزه وعبوهاب يعني ربنا يكرمهم عاملين شغل حلو قوي بجد والله العظيم، يعني كفايه برافو بتاعت الناس، مش انا اللي هقول لهم برافو عليكم، كفايه برافو اللي بتسمعوها كل يوم من ضحك الناس في السينما، من كلام الناس على السوشيال ميديا او لما ناس بتقابلهم، يعني دي احلى برافو يعني ليهم ودي احلى شكر ليهم، فربنا يا رب يديمها عليهم وعلينا نعمه كده ودايما نفضل مكسرين الدنيا كده ان شاء الله باذن الله. طيب توتا احكي لي عن اصعب مشهد في الفيلم. لا هو مش اصعب مشهد، هو عموما الفيلم التحضير ليه كان صعب لان شخصيات معرفش انت اتفرجت على الفيلم ولا لا، يعني لما تخش تشوفوا عاملين شخصيات جديده علينا قوي، اثنين فاقدي البصر. فالموضوع كان تحدي بالنسبه لي انا وربيع، وقعدنا نتدرب عليه كويس يعني يا رب نكون ان احنا نجحنا ان احنا نوصل الموضوع للناس يعني. احكي لنا كده توتا عن يوم العرض، يعني العرض الخاص ما شاء الله كان مشارك فيه عدد كبير من النجوم وكمان النجم تامر حسني برضو كان مشارك مثالي صح؟ طبعا. كلمنا كده عن يعني وقتها بقى ردود الافعال كانت عامله ازاي معاك ومع زملائك يعني. الحمد لله والله يعني انا كنت حتى بتكلم انا وربيع قبل ما نخش العرض الخاص بقول له انا مش مهم عندي اي حاجه، انا بدعي ربنا ان انا اسمع صوت ضحك الناس في الصاله، يعني دي اهم حاجه ودي اللي تحس الواحد ان هو مبسوط جدا، فالحمد لله ربنا بيستجاب للدعوه وبيستجيب وبيفرحنا اكتر واكتر كل يوم براي الناس وبضحك الناس، سواء لما بنحضر مثلا اي عرض مع الناس يعني الواحد بيبقى مبسوط جدا. العرض الخاص كان حاجه تشرف جدا، كان نفسي فنانين طبعا اكتر يجوا لان يعتبر ده عيد لينا في جوه السينما برضو يعني وسط الازمه دي والحاجات دي. فبس الحمد لله الناس اللي جم شرفونا ونورونا، وتامر شرفنا ونورنا، وكل الناس اصحابنا وخاطر وانور واسس كريم عفيفي وساره وكل الناس، انا مش عايز انسى حد. كل الناس دول على راسنا من فوق، وشيكو وكل يعني بجد ناس كتير قوي الحمد لله جت، الحمد لله يا رب، ودي كانت حاجه مفرحانا جدا يعني. توتا طب عايزه اعرف منك كواليس العمل، يمكن انت معاك عمرو عبد الجليل هو معروف ان هو دمه خفيف حتى في الكواليس وفي الحياه العاديه، وبرده غادة عادل دمها خفيف ولذيذه، وكمان علي ربيع، يعني الكواليس اكيد كانت زي ما الفيلم كوميدي كمان الكواليس ممكن كان يبقى فيها مواقف طريفه شويه. والله هو اكتر احنا كنا مركزين ان المواقف او اللي تحت عموما يبقى جوه الفيلم، ما يعني كان تركيزنا كله رايح في الحته دي ان احنا بتوفروا الضحك في الفيلم. يعني عارفه يا فرحتي بالذكريات الحلوه لو الموضوع مش حلو، يعني نطلع نقعد نحكي في ذكريات في برامج يعني لا، الاهم ان الناس تبقى مبسوطه يعني يا فرحتي بالكواليس اللي بتضحك والفيلم مش كويس يعني. نبقى نعرض الكواليس. والله يا توتا هي حياتكم هي والله كلها حياتكم كواليس يا توتا، يعني ما شاء الله سواء انت او علي او ايا كان يعني من اسس كمان، فهي حياتكم كلها لازم تتصور من الاخر يعني. مع الحمد لله بقى ده كرم ربك بقى يا معلم. طيب توتا كلمني كده عن يعني احمد عبد الوهاب وكمان كريم سامي، يعني ما شاء الله تجربه يمكن بالنسبه لهم مش جديده عليهم ان هم قبل كده شاركوا في اكتر من عمل مع بعض في الكتابه، كلمنا كده عن الكتابه المشتركه ما بين اثنين مؤلفين واثنين شباب. انا مبدئيا ما اعرفش الاسامي اللي انت قلتها. من اولها كده يا توتا. مؤلفين الفيلم يا توتا. لا طبعا والله بسم الله ما شاء الله، يمكن انا سبقت في الكلام عنهم يعني هم مش محتاجين ان انا اتكلم عنهم، كفايه ان اللي الناس بيقولوه عليهم والصحافه بتقولوا عليهم وغالبا البوليس بيجري وراهم.
عبد الوهاب فنان جدا وكمد فنان جدا. الاثنين يا جماعه على فكره ممثلين وشاطرين، الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني، وكمان عاملين حاجات كده مجاملنا في الفيلم يعني، فربنا يكرمهم. ضيوف شرف. عبد الوهاب على فكره بيحب المزيكا يا جماعه جدا، بيعزف جيتار كمان. هنخليه يغني كمان. بيغني شجر الليمون غناها يا سيدي. ينفع تغني لنا طيب؟ لا لا بيعرف. هو بيسلمه. هو بيسلمك. ده بجد بجد يا توتا، عشان ممكن اخليه دلوقتي يغني. طب هقول لحضرتك حاجه، احنا في مره في الكورونا كان موتنا مش كويس خالص، فجاه لقينا عبد الوهاب غنى شجر الليمون، كنا بنصور في قصر المانستيرتي، عيط اللوكيشن كله يعني. مش بتسالي على المقالب اللي بيعملوها في اصحابهم؟ هي المقالب على طيب. لا والله بجد ناس يعني، ربنا يكرمهم ويكرمنا يا رب باذن الله ان شاء الله. انتوا تستاهلوا كل خير لان انتوا مجتهدين جدا يا توتا، ويمكن نجوم الارتجال في مصر. انا بقول انه نجوم مسرح مصر كلهم هم نجوم الارتجال. عملوا طبعاً كوميديا الموقف طبعاً، وعملوا حاله جديده جدا موجوده دلوقتي سواء في السينما او في الدراما، مختلفه ما كانتش موجوده قبل كده. بحقيقة. الناس كانت متعبرها حاجه سهله مسرح مصر، لكن هو صعب جدا. صعب جدا طبعاً. جدا طبعا. طب هل انت كنت متوقع تصدر الفيلم للايرادات دي يا توتا؟ بصي الحمد لله احنا بنسعى ان احنا نعمل حاجه كويسه، ربنا وفقنا يعني كلنا كل عناصر الفيلم من انتاج وتاليف واخراج وتمثيل، ويعني الحمد لله يعني وديكور وكل عناصر الفيلم الحمد لله ان احنا نعمل حاجه كويسه. فاكيد يعني ربنا بيكرم اللي بيعمل حاجه كويسه، فالحمد لله حاجه مفرحاني جدا ان احنا متصدرين في الرانكينج بتاع السينمات كلها والتوب 10 او الايرادات الاعلى. احنا رقم واحد في كل السينمات الحمد لله. الحمد لله. دي حاجه مفرحاني جدا ومحسساني ان تعب السينما يعني الحمد لله يا رب ما راحش هدر، وان يعني الحمد لله تعبنا وربنا بيكافئنا يعني، فيا رب دايما نعمل الحاجات الكويسه اللي تفرح الناس وده الاهم. الحمد لله. يا رب ان شاء الله وربنا يكرمنا بعد كده في موضوع الايرادات ده بقى، دي بتاعت ربنا يعني. ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا ليك يا توتا. شكرا جدا ليك يا توتا. مع السلامة يا توتا. نورتنا جدا طبعا النجم محمد عبد الرحمن توتا، كل التوفيق ليك يا رب وكل يعني الزملاء. تعالوا بقى نشوف بقى تريلر كده الفيلم معاكم ونتبسط ونرجع تاني. يلا بينا. تريلر يجنن وبجد يعني ألف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. طيب نروح بقى لمسرحية اللوكاندا. مسرحية اللوكاندا هو طبعا تعاونت مع الفنان أشرف عبد الباقي من نجوم مسرح مصر. طبعا. زين نعرف بقى تفاصيل العمل. طيب هو كمان يعتبر أول سيت كوم في مصر تقريبا مسرحي. أول سيت كوم مسرحي. ده جديد من نوعه يدخل مصر. هو العلاقة طبعا ابتدت مع أستاذ أشرف إن إحنا في السيزون الخامس والسادس مسرح مصر كنا بنكتب مسرحيات. دي مختلفة عندي. هو استاذ اشرف جابنا كلمنا يعني قال لنا احنا عايزين نعمل مسرحية طويلة لربيع وقصقص طبعا وبعض النجوم اللي موجودة. مسرحية طويلة بمعنى ان هي مسرحية فصلين غير البنى بتاع مسرح مصر اللي كان بيعتمد على سكتشات معينة وفكرة واحدة وكده. فقعدنا نعمل جلسات عمل، كان عندنا فكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة جديدة نستغل فيها الضحك بتاعهم بس في اطار شويه سسبنس يشوق الناس تبقى قاعده، فيبقى في مسرحيه طويله كده الناس تخرج منها في معلومه او في كونسبت معين غير مسرح مصر. ابتدينا نشتغل نطور الفكره مع استاذ اشرف وربيع واسس، وبعد كده بقى حصل وجود استاذ سليمان عيد وطاهر ابو ليلى وكذا حد موجود يعني بصراحه خلينا المسرحيه كويسه بس. الحمد لله. بس. طب احمد العرض بتاع المسرحيه دي يومي ولا برضو يعني كل اسبوع ولا كل خميس جمعه سبت؟ خميس جمعه سبت. طب شايف يعني ممكن مسرح مصري في الاول خالص كان الموضوع فيه صعوبه شويه من كتر يعني المسرحيات بيتم عرضها كتير جدا. فالافكار اكيد برضو ممكن بتقل شويه. متعبه جدا. فمتعبه جدا بالنسبه لاي فنان وكمان لاي مؤلف. وكان حتى الاستاذ اشرف عبد الباقي كان قال الكلام ده، قال ان من كتر العرض فممكن جت في الاواخر شويه حصل ان بقى الارتجال اكتر في المسرحيه بشكل كبير يعني. عندكم نفس المشكله برضو في المسرحيه دي ولا الموضوع عندكم اسهل من مسرح مصر؟ لا صباحيه مباركه، الموضوع مختلف تمام. هو في مسرح مصر كان هم مساعديننا شويه بارتجالهم والمواقف اللي بيقولوها
هو كان الحمل عليهم كمان اكبر. تمام. لكن في صباحيه مباركه دي انت كاتبين النص والمواقف والمشاهد وهم ماشيين عليها بالظبط، في طبعا افيهات بتاعتهم وفي حاجات بيزودوها في السياق اللي ماشي فيه. بس ده مش بيضايقكم خالص؟ لا لا خالص. ارتجال، لانه في احيانا مؤلفين مخرجين بيتضايقوا من فكره ان الممثل يرتجل على المسرح او في موقف مثلا مكتوب في فيلم. لا الفيلم غير المسرح. احيانا كانت بتحصل، احيانا مش كتير. هو الفن زمان غير دلوقتي. يعني اصل هو نوع مسرح مصر نوع ما كانش موجود، واستاذ اشرف ليه السابقه هو والمجموعه هم بيعملوا حاجه لا كانت موجوده ولا هتبقى موجوده. صحيح. اظن ده رايي. فملهاش كتالوج. هو يعني مثلا المؤلفين زمان في المسرحيات كانوا بيمضوا على السكريبت. يعني انا كممثل يجي لي السكريبت قريت عجبني مضيت الدور بمضي على النسخه عشان اي حاجه يعني زياده انا ممكن اتسجن تتحملها انت. ما ده بتكلم انا كممثل ممكن، بس لا الموضوع اتطور. هو مسرح مصر قائم على الارتجال، يعني انت شبه بتدي له فكره وبتدي له مجموعه افيهات بس هو بيفردها. انما سينما زي مثلا الفيلم وكده مساحه الارتجال لا تتعدى ال 10%. طبعا في بروفات يعني مثلا احنا قاعدين وفي بروفات وبنبتدي نقول ونجرب وبناخد الحاجات كلها نشوف ايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع ويتحط في سكريبت يتوافق عليه. ممكن في اللوكيشن قبل التصوير افيه يزيد افيه حلو ماشي، انما ارتجال وتغيير كبير زي المسرح لا ما بقاش موجود. طيب فكره السات كوم في المسرح معناها ايه؟ يعني احنا عارفين السات كوم المسلسلات، لكن المسرح يعني ايه سات كوم؟ هو بتبقى القصه واحده والشخصيات ثابته واللوكيشن هو ثابت، بس باختلاف الموقف كل مره اللي بيتعرضوا له، كل مسرحيه في موقف جديد زي السيت كوم اللي في التلفزيون بالظبط. هم بنبقى عارفين الشخصيات وحافظين اساميهم وعارفين الاسره كلها زي راجل وست ستات مثلا اللي عمله استاذ اشرف برضه قبل كده، بس المختلف ان ده بقى على المسرح. على المسرح. فهم نفس الشخصيات بس بنشوف بقى بيتعرضوا لكل مسرحيه موقف عامل ازاي. ولا بقى مواقف اللوكاندا ثابته كوميديه ولا مواقف اجتماعية؟ يعني كلها في اطار ايه؟ الكوميدي اجتماعي كله كوميدي اجتماعي. والمفروض اللوكاندا مين اللي مشارك فيها بقى؟ يعني مين ابطال؟ استاذ اشرف عبد الباقي. أيوة. ودياب. تمام. ومن مسرح مصر حمد المرغني وويزو وابرام ومجموعه شباب. مجموعه شباب كان شغال مع استاذ اشرف مسرحيه جريمه في المعادي. لما جيتوا تكتبوا المسرحيه دي كتبتوها يعني من دماغكم انتوا الاثنين ولا بناء على افكار من الاستاذ اشرف عبد الباقي؟ اللوكاندا؟ هي اللوكاندا اصلا فكره اللوكاندا فكره استاذ اشرف عبد الباقي. اللي هو سيت كوم مسرحي. سيت كوم مسرحي واللوكيشن فكره استاذ اشرف عبد الباقي. وجه وحكاها لنا، احنا قعدنا بقى مع بعض طورنا الشخصيات، زرعنا الشخصيات، عملنا كل علاقات الشخصيات ببعض عامله ازاي، وبعد كده مواقف الحلقات، وبعد كده مواقف الحلقات احنا اللي بنكتبها. بس فكره اللوكاندا اساسا والست كوم المسرحيه بتاعت استاذ اشرف. طيب كريم، عايزه يعني اتكلم معاك عن مسرحيه حزلقوم، بعيدا بقى عن نجوم مسرح مصر او الاعمال الحاليه دلوقتي. مسرحيه حزلقوم مع النجم احمد مكي، يمكن الشخصيه دي نجحت جدا في المسلسل وفي الفيلم. طبعا. احكي لنا عن التعاون مع احمد مكي عامل ازاي وتحضرت ازاي للمسرحيه دي؟ هو مكي حاله خاصه في الوسط الفني. هو مبدع. يعني بالنسبه لي مكي ده في حته لوحده كده. كنت اتفرج عليه واحنا يعني اتفرج عليه، ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام اشتغل معاه. وانا بعد تجاره عين شمس درست في المعهد تمثيل واخراج، وكان عندي كذا تجربه كده وسافرت بره مصر وبتاع حاجات، وبعد كده اشتغلت في كايرو شو. فكان المفروض ان احمد مكي يعمل عرض، حصل ميتنج وكده، وبعد كده هو اختار ان انا اخرج المسرحيه. قعدنا نشتغل على الورق. مكي بيشتغل بمدرسه كده شويه بتاخد وقت، بس هي انجح حاجه موجوده. هو ما بيسيبش تفصيله صغيره، يعني ما بنسيبش حاجه صغيره اللي هو هتتظبط، لا احنا نقعد نظبطها دلوقتي. لا وبعدين ظروف حاجه. لا 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 خالص. وبعدين احنا قاعدين عبد الرب بيمثل في العرض بالمناسبه، يعني انا وهو بيمثل في العرض واخراجي. وهو بيمثل بيعمل مشهد وانا وهو في نفس المشهد يعني. بنقعد مثلا دلوقتي هنظبط دور عبد الوهاب. الورق مكتوب، بس احنا هنقعد نشوف هنعمل ايه في الورق كله، انا اخراجيا ونشوف كوميديا ايه اللي هيحصل وممكن يبقى الموضوع شكله عامل ازاي. بعد كده نشتغل على دور مثلا ميرنا. بعد كده نشتغل على دور استاذ سليمان عيد. واخر واحد نشتغل على دوره هو مكي، هو بيبقى قاعد معانا. نبتدي نشتغل في كل التفاصيل. فمدرسه ثانيه فكره ان انت تعمل ضحك ورا ضحك ورا ضحك من غير ما تريح،
دي صعبه، لان هو برده بيهتم بكل شخصيه، بيخدم كل شخصيه بشكل كبير قوي. اه طبعا عرضه هو إن كله بيصب في اسمه هو، فان العرض كله يطلع كويس فهيتقال ان عرض احمد مكي طلع كويس. وبيدي يعني هو كل الناس اللي احنا اشتغلنا معاهم، سواء مثلا ربيع وتوت على سبيل المثال اللي في الفيلم، هم اشتغلوا مع مكي فكل الاجزاء الكبير. يعني هو من اكتر الناس اللي بتدي فرص للشباب انها تقف جنبه وتطلع بشكل كويس. ف بحس ان انا وانا رايح البروفه، طبعا مخرج العرض كل حاجه، بس انا بحس ان انا رايح ورشه لاحمد مكي، انا رايح اتعلم من احمد مكي، لان هو طبعا مخرج قبل اي حاجه، اعلانات وافلام قصيره وافلام طويله، فلا يعني مدرسه مكي ده حاله. مكي ده حاله كده، اه حاله مختلفه صراحة. في كل حاجه، في الراب وفي السينما وفي الدراما، كل حاجه تلاقيها في مكي كده. هو كاريزما لوحده، حتى في طريقه كلامه هو بيتكلم على المواقف بتاعته في حياته اللي مر بيها، هو حالة لوحده زي ما انت قلت. هو عايش يمثل ويخرج ويعمل حاجات في الفن، وعايش مع بعض الحيوانات الكلاب والعصافير، ولوش علاقة بأي حاجة. اللي يطلع تصريحات يطلع، يا جماعة احنا بنتكلم بشغلنا. هو حالة كده. نورتونا وبالتوفيق والنجاح دايما، ومن التألق ان شاء الله كده يبقى أكتر وأكتر بإذن الله. يا رب. وألف مبروك على المسرحية والفيلم. الله يبارك فيك. نورتونا كريم سامي، شكرا ليك. شكرا ليك يا أحمد، أحمد عبد الوهاب. نورتونا جدا. شكرا جدا. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا. اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. دايما القوام المثالي هو ده اللي بيبقى الحلم لكل راجل وست. مفيش راجل وست ما نفسهمش ان لما يقفوا قدام المرايه يلاقوا جسمهم ممشوق وقوامهم مثالي وصحتهم كويسه. ودايما دايما الناس لما بتعمل دايت كتير وبتكرر موضوع الرجيم والتغذيه والحاجات دي كلها، بيبقى عندهم يأس شويه من حته طب احنا هنرجع تاني في الوزن، لا انا خلاص انا زهقت انا مليت وهكذا. دلوقتي طبعا مع تقدم التكنولوجي ومع تقدم الطب بشكل كبير جدا، اصبحت عمليات السمنه المفرطه او التخلص من السمنة المفرطة من أنجح وأكثر العمليات فاعلية، واللي هي يمكن تعتبر دلوقتي العمليات رقم واحد في مصر والوطن العربي. ولكن زي ما احنا دايما بنقول، لازم طبيب متخصص وجراح يكون متميز في المهنة بتاعته. من أشهر وأنجح الجراحين الموجودين في مصر والوطن العربي كله هو الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو كلية الجراحين الملكية الأمريكية، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وحاصل على أعلى جودة في العالم في مجال جراحات السمنة الـ SRC. رحبوا معايا بدكتور كريم. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. نورتنا النهاردة في عيش صح. أهلا وسهلا دكتور كريم. يمكن النهاردة بقى حلقة مميزة، لأن احنا بقالنا كتير مصورناش مع بعض، فعايزين كده النهاردة نبدأ بداية جديدة ونتكلم تاني من أول وجديد عن عملية تكميم المعدة. إيه الجديد فيها وإيه اللي خلى العملية دي تعتبر دلوقتي من أنجح العمليات وأكثرها فعالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا أن تكميم المعدة فيها يعني تطور كبير، يعني الحقيقة في الفترة اللي فاتت. تكميم المعدة عملية يعني الأصل فيها هو يعني تقليل حجم الوجبة، بحيث أن احنا ما نقدرش ناكل إلا كمية صغيرة، بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترة كبيرة، لأنه يتم استئصال جزء من المعدة ويتبقى جزء صغير يكفي الجسم المثالي، أو الجسم اللي هو المفروض نكون عليه، أو الجسم اللي هو المناسب للطول بتاعنا. الحقيقة طبعاً أن تكميم المعدة طبعاً يعني بتجرب المنظار، مناظير هاي ديفينيشن عالية خالص، إقامة قصيرة يعني في المستشفى قد لا تتعدى الـ 12 ساعة، لأن وقت العملية من نص ساعة لساعة في الأوزان حتى الكبيرة، فتحات صغيرة جدا يعني قد تصل إلى حاجات ملي، يعني 5 ملي كده بسيطة يعني. بنرجع لنشاطنا أو الريهابيليتيشن بتاع كل الناس، مش لازم ناخد أجازة يعني. يعني الناس اللي هي مرتبطة أو يعني عايزة تاخد أجازة، لا ما تاخدش أجازة، ما تعطلش شغلك. هو يوم إقامة في البيت في المستشفى أو ليلة 12 ساعة، وبعد كده اقعد يوم في البيت، وبعد كده مارس نشاطك الطبيعي. وده ينطبق برضو على الطلبة، يعني طالب عايز يعمل عملية في ويك اند او حاجة وينزل يعني دراسته على يوم في بداية الاسبوع، مفيش مشكلة خالص، ينزل بأمان. الناس اللي عايزة تسافر ما تعملش بلان يعني كبيرة قوي لان انت تعمل عملية، هو وزن يعني ايام بسيطة خلاص انت بتبقى كويس، مفيش مشكلة، وترجع لنشاطك الطبيعي.
هل احنا بنسهل العمليات دي جامد قوي؟ اه طبعا، بس لازم تكون في ظروف يعني امنه، يعني بتعمل عمليه باحترافيه شديده، بتعمل عمليه في مكان امن. عمليات السمنه مش من العمليات اللي احنا بنوفر فيها، او العمليات اللي احنا ممكن نعملها في اماكن صغيره، او العمليات اللي احنا ممكن نعملها يعني بخبره قليله، لا ده لازم كل حاجه تكون في مكانها. ان شاء الله ربنا يوفقك وتاخد نتيجه موازيه للي انت عملته او اللي انت طلبته او اللي انت عملته في مكان امن بخبره كويسه، ان شاء الله تاخد نتيجه كويسه خالص بدون مشاكل. لان في حاجه احنا لازم نوصلها للناس، انه مريض السمنه مش مريض، يعني هو راجل بصحته وداخل يعمل عمليه عشان يحسن اللايف ستايل. فاحنا يعني حاول ان انت تاخد يعني اقصى احتياطاتك بحيث ان انت تعمل حاجه في مكان امن كويس، يعني بحيث ان انت تحسن اللايف ستايل بتاعتك، ما تعملش لنفسك مشاكل في المستقبل. طب دايما يا دكتور عمليات تكميم المعده بيقال ان هي لازم تبقى سن كبير، او يبقى حد صحته كويسه ما عندوش اي امراض اللي هي الامراض المزمنه المتعارف عليها. هل ليها سن معين ولا تنفع كمان للاطفال وللشباب والحاجات دي؟ العملية التكميم هي عملية بسيطة جدا، يعني السن الصغير احنا بنعملها من 10 سنين، يعني السن طالما كسر الوزن ال 100 كيلو خلاص بنعملها، واقل من كده والله حتى احيانا بيبقى عندهم مشاكل صحية زي السكر او حاجة، بنبتدي ان احنا نعمل لهم العملية بحيث ان ينزل وزنه، وابتدي لان في يعني امراض لا يمكن علاجها الا بانقاص الوزن. يعني السمنه المفرطه في الاطفال احيانا تؤدي الى انقطاع النفس اثناء النوم بصوره يعني مرضيه شديده، الطفل ما بيقدرش ان هو ياخد نفسه اصلا اثناء ما هو نايم. كمان بيصاب بالسكر في سن مبكر، البنات اللي هم اكبر شويه بيبقى عندهم تكيس نوبيت شديد وتاخر في الانجاب، وهتلاقي الهرمونات بتاعتها متلخبطه والدوره بتاعتها منتظمه، لن تتعدل او لن تعالج الا بانقاص الوزن. يعني البنت اللي هي داخله على الجامعه او خلاص الثانويه وداخله على الجامعه او في سن صغير يعني عندها مشاكل هرمونيه متلخبطه، يعني فدي لن ترجع الى الاصل الا بانقاص الوزن. فعمليات السمنة والسن الكبير يعني افترضنا سن فوق ال 65 سنة أو أكتر، يعني ده عايز فحوصاته كويسة، قلبه كويس، أموره كويسة، يعمل عملية، مفيش مانع خالص. لا يوجد أي مانع، لا يوجد أي مانع طبي، لا يوجد أي مانع طبي لإجراء العمليات إلا إذا كان هناك مشاكل صحية متعلقة. المشاكل يعني مثلا لو واحد فوق السن 60 سنة 70 سنة ومركب دعامات في القلب ويعني وظائف القلب بتاعته مش مظبطة، يتم إرجاعه لدكتور القلب إذا إداله موافقة بإجراء العملية يعملها. احنا بالنسبه لنا كجراحين انا بعمل عمليه لاي حد البطون يعني متشابهه، الحالات متشابهه جراحيا يعني، فلن يفرق فيها الا اللي هو الحاجات الطبيه التي قد تمنع يعني، ويتم ارجاعها للتخصصات المختلفه. دكتور قلب يبص عليك، دكتور صدريه لو عندك مشكله في الصدر، دكتور كلى لو عندك مشكله في الكلى، يعني يتم ارجاعهم. اذا كان هناك اي تحفظات بناخدها، قال ما تعملش عمليه ما نعملش عمليه، احنا بنسمع كلامهم قوي، ويبقى كل واحد بتخصصه او بنسمع يعني كلام الاخصائيين او الاستشاريين المتخصصين في المجالات. وحضرتك كمان يا دكتور كريم بتقعد مع المريض وبتعرف التاريخ المرضي بتاعه، بتعمل فحوصات واشعه، وحتى لو حد مثلا بره اللي هم الناس اللي بيجوا يعملوا سياحه علاجيه، يعني بتتواصل معاهم ازاي، وازاي بتعرف لو هم عندهم امراض او اي حاجه قبل ما يجوا ولا هم طبعا في فريق طبي، لان الناس طبعا دي نقطه مهمه جدا، يعني الناس اللي بتيجي من بره او حتى من عندنا من الصعيد، يعني في ناس بتيجي جاهزه للعمليه، احنا بنجهزهم، لان احنا يعني واحد جاي من اسوان جاي القاهره، يعني مش جاي يعني فتره كبيره، هو جاي عمليه اليوم الواحد بالظبط، يعني هو جاي يعمل عمليه ويروح، مش عايز يقعد اسبوع في مصر لانه وراه شغل وراه حاجات، واحنا بنجهزه عن طريق الفريق الطبي، بيتواصل مع الكول سنتر وبيطلب ان هو عايز يتجهز قبل ما يجي. وطبعا احنا بنقود التجهيز، يعني مسؤوليه التخدير ما احنا بنقودها، يعني احنا بنجهز العين للتخدير كويس قوي، يعني الفريق الطبي بتاعنا، يعني احنا التخدير مش هو بيقود، احنا كجراح انت مسؤول عن تجهيز المريض تخديريا وتجهيزه لو عنده مشاكل في القلب، مشاكل يعني انت بتقود القصه دي وتبقى ليدر يعني فيها. فطبعا الناس اللي جايه من بره سواء خارج مصر او من عندنا من داخل مصر بس في اماكن بعيده، طبعا بيتم تجهيزهم لان احنا سفر كبير، انا عايز يجي جاهز للعمليه مفيش مشاكل خالص، بيتم تجهيزه بكل سلاسه بكل، واحنا يوم العمليه طبعا بيبقى فيه معمل تاني خالص، بيبقى فيه مراجعين ودكاتره اخصائيين بيراجعوا الحاجات دي 1000 مره يعني قبل انا ما اشوفه كمان، يعني عدد كبير جدا على مراحل كتيره جدا اللي بيراجع العمليات دي طبعا في العيادات، واحيانا لو جاي من بره بيتراجع تليفونيا وبيجي المستشفى نقعد معاه
كذا حد بيقعد معاه قبل ما يوصل لي كمان. أوكي. بحيث هيبقى في كذا عين بتجهز المريض قبل ما يدخل العمليه طبعا. طيب نرجع تاني يا دكتور لنقطه الاعمار اللي تقدر ان هي تدخل تعمل عمليات تكميم المعده. حضرتك قلت بتعملها حتى كمان للاطفال اللي عندهم 10 سنين. طيب دايما الامهات والاباء بيبقى عندهم مشكله شويه، يعني دايما مثلا يقولوا ان الطفل ده لسه ما كملش التغذيه بتاعته، وان ده مش الوزن اللي هو هيثبت عنده، اللي هو يعني مثلا لو الطفل عنده سمنه مفرطه او لو عنده سمنه شويه دايما يقولوا ايه، لا هو لما هيكبر هيعمل دايت وهيعمل رياضه وبالتالي هيخس اوريدي، دي مش عقبه. حضرتك رايك ايه؟ احنا بكل امانه احنا يعني بنشتغل بكل مصداقيه يعني طبيه، احنا بنمارس طب يعني ملوش اي علاقه خالص بال يعني بالاهل العيان بيقولوا ايه او يعني ان هم ناويين يعملوا ايه. احنا دايما بيبقى في كشف بيبقى ناوي يعمل حاجه واحنا بنقول له لا مش هتعمل، او بيبقى مش عايز يعمل حاجه وبنقول له كراي استشاري بغض النظر انت هتعمل او ما تعملش. يعني انا رايي طبي بحت. القواعد الطبيه اللي تحكمنا في جراحه الاطفال انه اذا كان الوزن كاسر كتله جسم فوق ال 40 ده بيبتدي يعمل عمليه عادي خالص زيه زي اي حد، لان هو مش بعيد عن الامراض، يعني هو وزنه كبير هيجي له امراض زيه زي غيره. بنختار له العمليه المناسبه ليه بناء برضه على قواعد طبيه. اذا كانت العمليه انديكيتد بنقول له ما تقلقش هي احنا بدالك في تفكير، وعايز الناس تكون يعني عندها يعني ثقه في المراكز الطبيه، في مراكز طبيه متخصصه غير المراكز بتاعتنا كمان يعني على مستوى عالي جدا على فكره، يعني الخدمه الطبيه في مصر على فكره كويسه جدا، فعايز الناس تكون مطمنه لانه احنا بناخد القرار الطبي بحت، يعني طب يعني احنا بنمارس طب ملوش علاقه خالص باي حاجه قد يعني يفكر فيها الدكتور بصوره منفرده، لا احنا ضمن قواعد عامه تحكم مجال السمنه المفرطه. كل اب وكل ام احنا مسؤولين عن اطفالكم، احنا عارفين ان انتم بتبقوا عايزين تعملوا لهم حاجه سحريه بدون اي حاجه خالص، يعني عايز ينزله في الوزن ما بس ما تقربش منه. أيوة. لا تلاش يعني الامور بسيطه يعني تلاش. طيب خليني يا دكتور كمان نوثق كلامنا النهارده مع بعض ونطلع نشوف التقرير اللي جاي ونرجع تاني نكمل حوارنا مع حضرتك. اسمحوا لنا نطلع نشوف التقرير ده ونرجع لكم على طول. انا عرفت الدكتور كريم صبري، جبته رقمه من على التلفزيون وكلمت السكرتاريه عنده وعملوني احسن معامله ورحت تابعت معاهم، الحمد لله بفضل ربنا وصلت الوزن الطبيعي. انا الحمد لله رحت الدكتور كريم صبري وقعدت معاه، قال لي عندك اي امراض مزمنه وكده، قلت له الحمد لله، قام قال لي يعني خلاص هنتجه لتكميم معده، وعمل لي تكميم معده والحمد لله بقيت الوزن الطبيعي. مكان وزني 150 كنت مثلا ان انا اروح محل هدوم عايز يعني تيشيرت على الموضه او بنطلون على الموضه يقول لي ما فيش لان وزنك صعب، وكان اللي يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح ف يعني بيجيب يعني اشكال غريبه، يعني البناطيل اشكال غريبه، فما كنتش بلاقي الوزن اللي انا البنطلون اللي انا عايزه بالموضه وكده، بس دلوقتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت اي حاجه اعملها وانا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله، ودلوقتي بجيب اي مثلا اخش اي محل يعجبني اي حاجه اخدها يعني من غير ما اقيس ومن غير ما اعمل حاجه بفضل ربنا الحمد لله. يعني نفسيا كنت متدمر، ما كنتش بخرج ما كنتش بروح، اي واحد صاحبي يعزمني في فرح مثلا ما كنتش ان انا اروح لاني مش لا يعني مش معايا اللبس او حاجه الشيك اللي انا اروح بيه الفرح وكده، كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس هدوم نظيفه، فانا كنت بتحرج ان انا اروح الفرح واي واحد يعزمني في مناسبه وكده، ما كنتش مثلا ان انا بمشي كتير عشان بتحرج من وزني، وكنت مثلا اروح عند ماما مثلا معزومة عند خالتي اقول لها مش هروح عشان مكسوف بسبب الوزن والهدوم وكده، فكنت بعاني قوي، والحمد لله دلوقتي مثلا اي واحد يعزمني في فرح بروح، يعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس، يعني يعتبر كنت مسجون، يعني كنت في سجن والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا وفضل الدكتور كريم صبري، يعني شكرا دكتور كريم صبري. تاني ونشوف قبل وبعد، انا بصراحه جالي ذهول، انا ما كانش عندي حتى استيعاب ان هو ممكن يبقى تخين في يوم من الايام، يعني انا كل تفكيري ان هو كده وما اتعملش عمليه.
هو جميل، ودي حاجه كويسه انه يعني محتفظ بصحته ومحتفظ بحاجات، لان طبعا احيانا في تجارب سيئه في جراحات السمنه. يعني انا بشوف ده يعني عندنا في العيادات ناس جايه تعمل اصلاح لعمليات السمنه المفرطه، عمليات سيئه جدا بتخلي المريض اللي هو عمل عمليه فعلا زي عارفه شكله مريض كده، يعني خاسس وهزلان وتعبان، يعني تحس ان هو تعبان جدا. فده بيدي فكره سيئه لكل الناس اللي هي مقدمه على اجراء عمليه السمنه. يعني طبعا العمليات طبعا مختلفه في اعمارها، الناس بتعمل في اعمار مختلفه، الناس بتعمل عند جراحين مختلفين، مراكز مختلفه، دباسات مختلفه، ظروف صحيه مختلفه لا يقاس عليها كل التجارب. يعني انت ربما انت عامل عمليه فاشله، عمليه ضيقه، وطول عمرك عمال ترجع وعندك ارتجاع مراري وارتجاع حموضه او ومش عارف تاكل ولا تشرب، ما انت اكيد هتبقى هزلان. لكن اللي بياكل ويشرب كويس، اللي بيعمل عمليه تصغير حجم معده، مش المفروض ان انا ارجع. يعني الناس فاكره عمليات السمنه، في ناس عندها كده بيشوف واحد تجربته انه طول العمر عمال يرجع. ما في عمليات كده زي الفراشه، زي عمليه تلبيس المعده، زي تكميم المعده اللي مش معموله كويس، هتلاقيه طول عمره عمال يرجع، مش مظبوط يعني. وبالتالي احنا لازم نقيس تجاربنا على التجارب الناجحه. عمليات السمنه لا يوجد فيها ترجيع، لا يوجد فيها هزلان، لا يوجد فيها حاجه، ودي تجارب حيه اذا اتعملت باسلوب علمي مظبوط بخبره عاليه. ان شاء الله يا دكتور هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض، لكن للاسف وقت الفقره خلصت النهارده. ان شاء الله هنكمل مع بعض باذن الله في الحلقات اللي جايه، ونتكلم باستفاضه اكتر عن تكميم المعده وتحويل المسار. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كان معانا الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو كليه الجراحين الملكيه الامريكيه، وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن، وحاصل على اعلى تصنيف جوده في العالم في مجال جراحات السمنه الاس ار سي. كده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا ودايما فقرات مختلفه من عيش صح. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح. أهمية دوالي الخصية في حالات انعدام الحيوانات المنوية هي دي موضوع فقرتنا النهاردة، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف فقرتي النهاردة، هو دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك دكتور أحمد. الأول عايزين نتكلم على أسباب انعدام الحيوانات المنوية، الأزوسبرميا. ايه بقى موضوع الازوسبرميا؟ طيب الازوسبرميا ده واحد راح عمل تحليل سائل منوي اكتر من مره ودايما بيطلع اصفار، ما عندوش حيوانات منويه. ولازم نفرقه عن شخص تاني بيعمل حيوانات منويه بس ميته، لان الناس عندها لبس في المصطلح بين ده ومن ده. اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده انعدام، هو ما عندوش وميت، لا هو ما عندوش اصلا حيوانات منويه لا عايشه ولا ميته. خلاص واحد كل ما يروح يعمل تحليل سائل منوي يلاقي الورق التقرير طالع كله اصفار اصفار اصفار، ما فيهوش اي حيوانات منويه. أوكي. تمام؟ فطبعا ده بيكون ليه ثلاث اسباب رئيسيه. عايز بقى الناس تركز معانا كده، ده مهم قوي. في ثلاث اسباب من يوم ربنا خلق سيدنا ادم لحد النهارده، الطب لم يكتشف اربع اسباب، اكتشف ثلاث اسباب اساسيه ممكن يخلوا اي راجل يبقى صفر حيوانات منويه. اول سبب هو ان بيكون عنده نقص في هرمونات الغده النخاميه. لو تفتكري فيلم بتاع محمود عبد العزيز بتاع الترلوب، هو ده الفص الامامي اللي هو الانتيرو لوب اوف بيتوتري، الفص الامامي للغده النخاميه، وده في المخ. في غده في المخ بتفرز هرمونات معينه، الهرمونات دي هي المسؤوله عن ان هي تدي امر تشغيل للخصيه عشان تنتج حيوانات منويه. اي خلل في الهرمونات دي بينتج عنه ان الخصيه ما بيجيلهاش امر تشغيل فما بتنتجش. ده سبب. السبب الثاني ان بيكون في ضعف في الخصيه نفسه، المصنع اللي بيشتغل ده في مشكلة ما فهو متوقف عن التصنيع. تمام؟ السبب الثالث هو ان يكون عنده انسداد في الانابيب او القنوات اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي عشان يخرج في السائل المنوي. يعني ممكن تبقى الاشاره سليمه طالعه من المخ، الهرمونات كويسه، وممكن يبقى المصنع شغال بكفاءه 100%، بس الانابيب اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي من الخصيه عشان يطلع على الشارع يا اما كعيب خلقي ربنا خلقه من غيرها، يا اما موجوده بس مسدوده. فدول الثلاث حاجات، خلل هرمونات، ضعف خصية، انسداد. الأكثر شيوعا إيه في دول؟ ضعف الخصية. ده تقريبا لوحده حوالي 90% من الحالات. يعني 90% من الحالات
اللي بتروح تعمل تحليل سائل منوي وتكتشف ان هو صفر سائل فاضي بحر ما فيهوش سمك يعني سائل منوي ميه بس ما فيهوش حيوانات منويه خالص 90% من السبب او 90% من الحالات بيكون نتيجه ضعف في الخصيه. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل ضعف خصيه؟ ده مهم قوي. دوالي الخصيه. الدوالي مش سبب مباشر. كويس قوي ان انت رميتي السؤال ده في النص كده، انما الاول انا هنبه الناس ان عندنا 6 اسباب ممكن يخلوا خصيه الراجل ضعيفه. اوكي. اول سبب ان هو يكون مولود بخصيه معلقه، يعني اي شخص او نسبه كبيره جدا من المرضى اللي بيتولدوا بخصيه معلقه سواء نزلها او ما نزلهاش بيكون عرضه للحاله ديت وعرضه لضعف الخصيه. نمره 2 انه يكون اتعرض لعلاج اشعاعي، يعني خد علاج اشعاعي في وقت ما في عمره سواء هو صغير او هو كبير. او انه يكون اتعرض لعلاج كيماوي وخصوصا بعد البلوغ. او ان هو يكون جاله التهاب بفيروس اسمه ابو اللوكيم اللي احنا ساعات بنسميه ابو اللطيش او اللوكيم اللي هو الاصداغ هنا بتورم وبيحصل التهاب في الخصيه. أوكي. ده فيروس لو جه بعد البلوغ بيضعف الخصيه بتاعه الراجل. او ان هو في بعض الامراض بس دي ما عندناش بنشوفها قوي زي الجذام والحاجات دي في نسبه من العيانين بيكون عندهم ضعف في الخصيه. او عنده خلل جيني اللي هو ساعات بعض المرضى بتروح لدكاتره يقول له انا عايزك تعمل لي تحليل كروموزومات او تحليل دم، تحليل غالي كده وبيطلع بعد حوالي 20 يوم. لو في خلل في الكروموزومات دي بينتج عنه ضعف في الخصيه. فدول ال6 اسباب اللي خلوا الخصيه ضعيفه. طب ال6 اسباب دول موجودين في كام في الميه من العيانين؟ في 20% بس من العيانين. يعني 80% من العيانين اللي عندهم انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف الخصيه احنا ما بنكونش عارفين ليهم سبب واضح ومباشر. ال80% دول بقى هم اللي بيستفيدوا من دوالي الخصيه. علشان لفيت لفه طويله بس جيت عشان نجيب بقى هنا ذكر دوالي الخصيه. اوكي. اذا انا بتكلم على عيان هو صفر حيوانات منويه شخصناه ان السبب نتيجه ان الخصيه بتاعته ضعيفه وما قدرناش نحدد سبب ليه الخصيه دي ضعيفه. في الحاله دي لو الشخص ده عنده دوالي هنا الدوالي لا اهميه واحنا بننصح في مركز مصر للذكوره ان المريض دوت يعمل عمليه الدوالي. طيب ادام هي مش سبب مباشر ليه بنعملها؟ لان احنا اكتشفنا بالتجربه وبالحاجه العمليه وعلى ارض الواقع ان عيانين كتيره جدا ممكن تستفيد من عمليه الدوالي وتبتدي الخصيه بتاعته تتحسن، صحيح ما تبقاش طبيعيه 100% ولكن ممكن تتحسن والمريض ده ممكن يظهر له حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني عمليه الدوالي ممكن تخلي المريض يتحسن اللي عنده ازوسبيرميا اللي عنده ازوسبيرميا اللي الخصيه بتاعته ضعيفه. اوكي. ويظهر له في السائل المنوي. انا هاخدك اكتر وممكن مراته تحمل. حالات وشفناها خلاص؟ انما الاكثر شيوعا ان العيان ممكن يتحسن، ممكن يتحسن. ممكن يظهر له اعداد ولو بسيطه في السائل المنوي، طب ايه فائدته؟ فائدته اولا انك تدي العيان امل. نمرة واحد. نمرة 2 وجود حيوانات منوية في السائل المنوي ده معناته ان هو عنده فرصة كبيرة او صغيرة ان مراته ممكن تحمل طبيعي. الحاجة الثالثة انا جنبت المريض ده ان هو يعمل عينة خصية او انه يفتح الخصية. هي كده مش هيبقى فيه تشوهات في الحيوانات المنوية هتبقى وارد. طبيعية؟ لا ممكن تطلع طبيعية بس غالبا بيطلع عددها قليل. ما بيبقاش انسان طبيعي. يعني انا ما هوش زيرو حيوانات منوية وعنده ضعف في الخصيه او معمل له دوالي يبقى بيجيب 20 منه 30 مليون، لا انا ممكن يطلع له نص مليون، يطلع لي مليون، هنا هو بقى عنده امل. ده مظهر في السائل يبقى فيه امل. ممكن مراته لو كويسه ممكن تحمل بالاعداد البسيطه دي. لو ده كله ما حصلش ممكن نعمل حقن مجهري عن طريق السائل المنوي ما ملجاش ان انا افتح الخصيه. كده انا جنبته ان انا افتح له الخصيه بتاعته بجراحه. ففي جزء كبير من العيانين دي بيستفيد من عمليه الدوالي. اوكي. يعني عمليه الدوالي مفيده جدا للي عندهم انعدام في الحيوانات المنويه. بس في اشاعات كده يا دكتور بتختلف الاقاويل على موضوع عمليه الدوالي اللي عندهم صفر حيوانات منويه وبيبقى مفيش عندهم. عشان كده انا عامل الحلقه دي يا جماعه. يعني انا هجنب العلم شويه وهتكلم بالمنطق. انت النهارده صفر حيوانات منويه، ايه البدائل المتاحه قدام منك؟ هتاخد علاج وتفتح خصيه. وارد انك تلاقي وارد انك ما تلاقيش، صح كده؟ طب هفترض انك لقيت بتعمل ايه؟ بتعمل حقن مجهري، طب نسب نجاحه قد ايه؟ 50%. لو جيت تحط كل الكلام ده كله وتحسبه تكلفته هيطلع اقل بكتير في فرص نجاحه وهيطلع اقل بكتير في تكلفته من العيان ده لو عمل عمليه دوالي. فالنهارده احنا بنتكلم على اجراء ممكن العيان يستفيد منه وبنسبه كبيره بيستفيد وعلى الاقل مش هيتضر منه.
فاهماني؟ أيوه. وتكلفته لا توازي تكلفه فتح الخصيه ولا انه يعمل حقن مجهري. فالنهارده لا، انا بنصح اي عيان عنده انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف في الخصيه غير معلوم السبب وعنده دوالي، اي مكان درجتها يا جماعه اعمل عمليه الدوالي، ممكن تستفيد واستحاله انك تنضر. وخصوصا لو انت سنك صغير، سنك صغير مش مستعجل، خد فرصك كامله في العلاج. انا كنت عايزه اقول لك، طب والناس المستعجلين يا دكتور؟ ما انا بقول لك انا حاسه كده ان الوقت ما هو كده هيبقى طويل ولا ايه؟ جزء من الاستعجال هو ضغط من الدكاتره نفسهم، ان انت ادام صفر بقى لازم تعمل حقن مجهري ولازم نفتح لك الخصيه. ده خطا. لازم العيان يا جماعه بالذات لو سنه صغير، زي ما بقول لو مراته سنها صغير، لو مش متجوزين من كتير، يعني فرقي بين عيان متجوز بقاله سنه وعيان متجوز بقاله 17 سنه، او عيان متجوز ومراته عندها 20 21 سنه ولا 25 سنه ولا حتى 30 سنه، واحد مراته عندها 39 سنه او 40 سنه. لا، كل ما يكون سنك صغير ومراتك سنها صغير وعدد سنين الجواز قليله، يعني متجوز من سنه ولا من اثنين ولا من ثلاثه، انا نصيحتي وعندك دوالي لا تتردد في انك انت تعملها. يعني يا فندم لو ما استفدتش مش هتنضر، بس لو استفدت الاستفاده هتبقى كبيره. انا بديك امل، انا بحاول احسن من وضعك، انا بديك فرص، ولو ضعيفه لان زوجتك ممكن تحمل طبيعي. ولو رحنا للحقن المجهري هيبقى الحيوانات المنويه اللي في السائل المنوي افضل بكتير من اللي هتطلع من الخصيه، بالاضافه لان انا جنبتك فتح الخصيه، احيانا بيحصل اضرار مع فتح الخصيه. طيب فده مهم قوي. في علاقه يا دكتور ما بين صفر حيوانات المنويه وهرمون الذكوره؟ اه طبعا. الهرمونات يعني الهرمونات لو هي مش متظبطه دي ممكن تؤثر؟ ده بيبقى جزء بقى من العلاج اللي احنا بنقترحه على المريض. انت النهارده عندك صفر حيوانات منويه وتشخصت ان السبب ان الخصيه نفسها ضعيفه ومش عارفين ايه سبب الضعف دوت، وعندك دوالي كمان، لازم بجانب الدوالي نشوف الهرمونات بتاعته، واهم هرمون طبعا هو هرمون الذكوره وهرمون الانوثه. فالنهارده العيان ممكن يجي لي عنده المشكلتين، عنده دوالي وعنده لخبطه في الهرمونات. فانا بنصح المريض ده انه يعمل اول حاجه يعمل عمليه الدوالي، وبعد عمليه الدوالي ياخد علاج عشان نصلح اللخبطه اللي عنده في الهرمونات، وخصوصا نقص هرمون الذكوره. نقص هرمون الذكوره ده حدوته لوحده، لان ده مهم جدا 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 لتصنيع الحيوان المنوي جوه الخصيه. عيانين انا شفتها راحت صفر حيوانات منويه وراحت مراكز كبيره مش صغيره، وعملت عينه من الخصيه والعينه طلعت سلبيه، وخلاص كل الناس قالت لها لم ورقك وقفلي ورقك، انت مالكيش حل. لمجرد بس ان انا لما بفرز الورق قدام مني والمح ان هو عمل العينه وكان عنده نقص في هرمون الذكوره، انا ده بيديني انا امل قبل ما بيدي العيان. مباشره اول حاجه لازم اصلح فيها هرمون الذكوره. اول ما بيتصلح انا عندي ياسر ده ما شاء الله بعد عينه قبل كده سابقه كانت سلبيه، عمل كان عنده نقص في هرمون الذكوره، عمل خد علاج وعمل عينه، طلع حيوانات منويه في العينه وعمل حقن مجهري ومراته خلفت احمد. يعني ما شاء الله. وعيانين تانيين برضه، وعيان تاني كان عامل وكانت العينه سلبيه. عنده نقص في هرمون الذكوره وخد علاج وهرمون الذكوره لما اتحسن قررنا ان احنا نعمل العينه الميكروسكوبيه، طلع حيوانات منويه بعد ما كان مش مطلع اصلا قبل كده، وعمل حقن مجهري بس ده لم يوفق مراته وحصل لها اجهاض في الشهر الخامس. انا بدي امثله قد ايه هرمون الذكوره خطير. ما ينفعش ندي يا جماعه، وعشان كده انا بقول التحضير مهم. وجزء من التحضير هو اجراء عمليه الدوالي واصلاح اي خلل في الهرمونات. عيانين بتروح تكشف واول ما يلاقوها زيرو ادخل على طول على عينه الخصي، وده خطا كبير جدا. احيانا العين بيتضر من العينه، احيانا بيحصل ضمور، ضمور وخصوصا لو محضرين مراته. ما اقولكيش بقى كم المهازل، يعني مراته متحضره والعيان صفر وداخل يعمل عينه، طبعا الدكتور وراك وراك لازم اطلع منك حيوانات منويه، ويقعد ياخد في الخصيه ياخد في الخصيه، في الاخر ما بيلاقيش حاجه لان هو مش محضر العين كويس، والعين يطلع من العمليه عنده نقص في هرمون الذكوره، ويبتدي يحصل له مشاكل في العلاقه الزوجيه، يعني داخل بمشكله خرج بمشكلتين. فده مهم قوي، عشان كده انا ما بحبش حتى احضر الزوجه اثناء ما الزوج بيعمل عينه، من الحاجات اللي انا ما بحبهاش يعني. فده مهم، فالتحضير مهم، خد فرصتك في العلاج، خد فرصتك في العلاج، لو في دوالي اعملها مش هتضر، صدقني ممكن تستفيد ومش هتضر. لو عندك لخبطه في الهرمونات لازم تاخد علاج لتصليح الهرمونات، ده بيكون ليه انعكاس ايجابي، احيانا المريض بيتحسن، ممكن مراته تحمل طبيعي، ده مش نسبه كبيره بس وارد انه يحصل، في جزء اكبر بيبتدي يظهر له في السائل المنوي وانا كده بجنبه عينه الخصيه، وبعد كده ممكن يروح للحقن المجهري. فيا جماعه ما نستهونش بوجود دوالي، ناس كتيره جدا استفادت من العمليه
مش هقول كل الناس عشان ما بقاش كذاب، يعني انا دايما بتعود ان انا ابقى امين مع الناس، انما في جزء كبير جدا من المرضى بيستفيدوا من عمليه الدوالي، بالذات اللي عندهم انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف في نسيج الخصي. طيب هي على طول يا دكتور بتدخل على مرحله الصفر ولا بتمشي مراحل مثلا 5 مليون 20 مليون قصدي 10 5؟ فرقي بين عيان هو طول عمره صفر ده خلاص ده عنده مشكله في الخصيه نفسها، وعيان كان كويس وبقى صفر. أوكي. لا عيان كويس وبقى صفر وعنده دوالي، ده هي دي السبب الوحيد والاساسي والاصيل في المشكله. ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده في حلقه سابقه، ان الدوالي في الحاله دي بتعمل شيخوخه مبكره للخصيه. يبقى الانسان طبيعي 70 مليون وتك تك تك عمال يقع لحد ما بقى صفر. هنا الدوالي هي السبب، مفيش اي اسباب تانية، ده هنا احنا عارفين السبب ولازم نتعامل معاه بشكل مباشر. اما واحد طول عمره صفر، لا ده عنده ضعف في الخصيه. لو الشخص ده ما احناش عارفين ايه سبب مشكلته، يعني لا هو خد علاج كيماوي ولا اشعاعي ولا جلب اللوكيم ولا هو عنده خلل في الجينات، العيان ده لو عنده دوالي احنا بننصحه يعمل الدوالي. أوكي. استنى اصبر واقفه كده مع النفس، مش كله عينه خصيه وادخل على حقن مجهري خالص، نهدى نتأنى، بالذات لو سنك صغير، بالذات لو مراتك سنها صغير، بالذات لو مش متجوز بقالك كتير، يعني انا لا افضل مباشره انك تدخل في عينه الخصيه. اعمل دوالي الاول لو عندك دوالي اي من كاتب درجه، خد علاج بعد كده ومش هتتضر بس ممكن تستفيد، وفي صحيح. الاخر لو الامور ديت ما حصلش فيها اي تطور بنلجا في الاخر لعينه الخصيه. صحيح، وطبعا يا دكتور كفاءه ومهاره الطبيب والمكان المتخصص هما دول اللي بيفرقوا في طبعا التخصص بيفرق مع المريض جدا. واهم ما في التخصص كمان لازم الدكتور يا جماعه مهمته الاساسيه يدي امل للعيان، رجاء ما تحبطوش المرضى وادوهم امل. حاضر، بشكرك جدا يا دكتور، شكرا جزيلا. كان معانا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الدينيه اللي بينورنا فيها الداعيه تامر مطر عشان نكمل كلامنا عن تاخر سن الزواج بالنسبه للمجتمعاتنا الشرقيه وتحديدا في المجتمع المصري. ليه سن الزواج بيتاخر بالنسبه للفتيات وللولاد؟ هنتكلم في تفاصيل فقرتنا مع الداعيه تامر مطر وهنكمل كلامنا معاه، بس الاول نرحب بيه. اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. تامر مطر منورنا جدا حبيبي. طيب احنا يمكن عايزين نبدا كده بسؤال، احنا كنا بنتكلم عن تاخر سن الزواج واسئله بتدور حول الموضوع ده، لو اتكلمنا على انه في ناس كتير بتبقى قبل الجواز بنقدر نقول كده بالمفهوم الدارج عكوسات او مش ماشيه، في ادعيه وايه الطرق اللي بتمشيها الناس انت شايف انها غلط مش صح؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين. خليني بس الأول نقول في فرق بين حاجتين، فرق بين ناس عندها رغبة إنها تتجوز والدنيا معاكسة معاها، دول شريحة لوحدهم، وشريحة أخرى اللي هي الشريحة اللي أصلا عندها عزوف عن الجواز. فإحنا نتكلم عن أنهي شريحة؟ لو بتكلم عن دي يعني في مجربات، في حاجات مجربة للي عاوزه تتجوز واللي عاوز يتجوز والدنيا معاكسه معاه، بس احنا قلنا بشروط، لان في اسئله جاتني كتير بعد الحلقه على موبايلي او على الفيسبوك من الناس اللي شافت وقالوا لي احنا بنستطيع الزواج، عندنا الامكانيات وعندي شقه وعندي الحمد لله وظيفه كويسه واقدر اصرف، ولكن انا عندي مشكله في اني نفسيا مش حاسس ان انا مسؤول. احنا قلنا المره اللي فاتت احنا عندنا اربع حاجات، عندنا استطاعة، عندنا مسؤولية، عندنا يقين، عندنا حب. دول الأربع حاجات المرتبطين بموضوع الزواج. فحد قال لك أنا مستطيع وعندي يقين بالله سبحانه وتعالى ولكن أنا مش قد المسؤولية، أنا خايف من مسؤولية الزواج، ده حد عنده مشكلة نفسية محتاج إن هو يتعالج من المشكلة دي، محتاج إنه يروح لدكتور نفسي ويقول له أنا البورتفوليو بتاعي في حياتي والهيستوري أهو، تاريخ حياتي كله، فحضرتك قول لي انا ليه عندي فوبيا من ان انا اتجوز. ده قد تكون اسباب نفسيه. قد تكون اسباب مجتمعيه، انه في حد مش عايز يبقى مقيد، عايز يبقى منطلق وحر وطليق، وشايف عاده الجوازات بتفشل كتير
وبالتالي فيقول لك لا انا مش هدخل في تجربه فاشله، مش هدخل في تجربه ابقى زي حسين صاحبي اللي اتجوز فمراته منكده عليه حياته وكل ما نقعد معاه على القهوه ضرب 111. ليه يا عمي؟ اصل مراتي خانقاني، رايح جاي، انت فين، كنت فين، وريني الواتساب وتفتيش في الموبايل، حاجه كده يعني تخنق بصراحه. فده لما بيتنقل من التجارب اللي الناس عايشاها للناس اللي ما جربتش بيعمل بلوك للقصه دي عنده، وانا ليه اوجع دماغي؟ بس في ناس اللي هو ايه، لا هو خلاص مقبل، يا اما مثلا العروسه تحصل لها حاجه، يا اما مش عارف مشاكل من نسايب، يعني اللي هي الحاجات اللي هي المشاكل اللي بتحصل اللي هو بقى معمول له عمل، واللي عنده سحر، واللي عندها مس وجن وعفاريت والقصص دي. ايوه السكك دي اللي بتتخطب بس ما بتكملش الخطوبه، او اللي بيخطب بس ما بيكملش. كل شيء تفسخ بالظبط، الاسباب مثلا مش معروفه، ما فيش اسباب معينه ملموسه كده نقدر نقول هي السبب فشكله. عايزين بقى انتوا الاسباب الروحانيه والقصه دي. طيب احنا عندنا يعني في تجارب، حاجه اسمها تجارب، التجارب دي ملهاش قانون. يعني ايه ملهاش قانون؟ يعني بالظبط زي واحد راح صلى ركعتين ودعا ربنا وقال له يا رب بيقين من جوه فتحول الحال معاه، بس مش اكتر من كده. هنا بقى المجربات دي اتحكت من ناس عملت كده، فقال لك اللي متاخره عن الجواز تقرا سوره الفجر على ماء وتغتسل به خارج الحمام. بس يعني ايه خارج الحمام؟ يعني مش جوه الحمام، عشان دي هتبقى ميه مقروء عليها قران. تغتسل به ازاي؟ تستحمى اغتسال اللي هو سورة الفجر تقرأها 7 مرات على مية وتستحمى بيها. قالوا ان ده بيزيل الطاقة السلبية وبيزيل العكوسات اللي موجودة عند الفتاة، فربنا يكرمها ويفتح لها باب الخطبة والزواج مع الدعاء. ما هو ده يقين بقى. هي ما عملتش حاجة انها قرأت قرآن على مية، والمية معروف ان الجزيئات بتاعتها من اكثر الجزيئات تفاعلا مع ما 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 مع الترددات والذبذبات الطاقيه اللي بتخرج. هو قيل انها بتتغرش تركيب البلوري للجزيئات الميه مع قراءه القران. ده اللي عايز اقوله يعني. بالظبط كده. مع قراءه القران ومع اي حاجه تانية. بس اكتر ترددات بتحصل في التغير بتبقى مع قراءه القران. تمام؟ فهنا قراءه سوره الفجر للي عندها عكوسات والحاجات دي وتغتسل بها و هي ونصيبها في يبقى النهاية. يبقى قراءة سورة الفجر 7 مرات بالظبط على ماء ثم تغتسل بيه في خارج الحمام. بالظبط. وترمي المايه بتاعتها في أي حتة تحت شجرة، في ترش في جوانب البيت ولا حاجة. لا كده يعني. كده البيت كله هيتجوز. البيت كله هيتجوز. تاني حاجة بقى فكرة إنها تروح لشيخ والسحر والكلام ده كله، يعني أنا لا أنصح بيه إن أي واحدة تقبل على الزواج انها تروح لحد من الحاجات دي، لان الحاجات دي النصب فيها نسبته 95%. تقدر تقول 5% هم اللي فاهمين في الحكايه دي، وال 5% دول محدش يعرفهم، والباقي ده كله دجل والبيضه والحجر بقى والدربندوخ والدربندوخ ومش عارف الكلام ده. تمام؟ صحيح. طيب اتقالك بقى عندك سحر، عندك مش عارف ايه، عندك ربنا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهنا بقى بتحط به من أحد. ألف خط وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لو أنت عندك اليقين ده شكرا، سلام عليكم، محدش يقدر يضرك ولا حد هيقدر ينفعك، وتؤمن أن كل شيء في هذه الحياة بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء قدره الله، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. طيب أعمل إيه تاني؟ سورة البقرة صلي بها قيام الليل كل يوم. مش عايز تصلي اقرأ سورة البقرة من المصحف وانت قاعد، تاخد منك بالظبط ساعة الا ربع، ساعة الا ربع عشان تعالج، اعتبرها جلسة علاج طبيعي، دي جلسة علاج روحاني. مش هتصلح لك بس موضوع الجواز لا هتصلح لك كل حياتك. كل يوم؟ كل يوم مساء قبل الفجر يحبذ، يعني في مدة معينة. سورة البقرة فقط؟ سورة البقرة فقط. وبعد كده نصلي الفجر؟ بعد كده نصلي الفجر طبيعي. طيب أذكار الصباح والمساء هل بتساعد في أنه تبعد الشر، تساعد على تسهيل الأمور؟ إذا قرأ آية الكرسي مساء وقرأ آية
الكرسي صباحا، لا يزال عليه من الله حافظا حتى يمسي، ولا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح. لكن ده بيحفظك من اللي جاي، لكن لو في حاجة موجودة احنا عايزين نشيلها، سورة البقرة تشيل. طب الخوف والهاجس اللي طول الوقت موجود ربما عند أهل البنت أو أهل الولد، ده ابني مش متجوز، دي بنتي مش متجوزة، ده أكيد معمول لها حاجة طبعا، وبيقعوا تحت يعني، ده اللي بينصب عليهم وده اللي بياخد منهم فلوس وكده، إيه الحاجة اللي يحطوها جواهم ويتأكدوا إن هو ده يعني اللي هو ما تقلقش؟ خد بالك إن احنا عندنا الأجيال الجديدة اللي طالعة، هي فكرة الجواز نفسها عندهم مش زي الاجيال بتاعتنا طبعا، مش زي الاجيال لا مش زي الاجيال بتاعت ايه يا عمر؟ ايوه تسعينات وثمانينات. تسعينات وثمانينات ليه يعني؟ انت عمرك كام؟ حرام يا عمر. انتوا صغيرين قوي، انا اسف يا جماعه، احنا صغيرين. انت صغير قوي يعني على اللي انت بتقوله. احنا جيل الفينات. الاجيال الجديده الثقافه اللي عندهم في فكره الزواج ثقافه مشوهه تماما. مش عايز احكم هي مشوهه يعني، لكن هي ثقافه في الاخر مغلوطه. في الاخر انت بتوصف الحاله اللي قدامك ان هم عندهم عزوف تماما، وانا ليه اتجوز واتعب نفسي واوجع قلبي؟ ما انا حر اعمل اللي انا عاوزه ومفيش حد مقيدني، ولا في التزام ولا في مسؤوليه، ودي كارثه. ولابد على المجتمع، هرجع تاني، لابد على المجتمع انه يرجع مره تانيه للمفاهيم الاصليه للجواز، المفاهيم الاصليه للحياه الزوجيه اللي هي مش معقده، اللي هي مش لازم يبقى فيها التابوهات بتاع سي السيد وامينه، عشان ما نقولش احنا حالات الطلاق كترت علشان ما عندناش السيد وامينه، ده نظام مرفوض تماما ومش من الدين. بس احيانا بيبقى الزوج عايز النموذج ده في حياته، بيدور على اللي هي امينه وهو يبقى سي السيد، حتى مع انه احنا في 2020 وتطور المجتمع. لا لا هو حر، ده معتوه، ده معتوه على طول، لانه هذا لم يكن ابدا في الاسلام على الاطلاق. لكن النماذج السيئه اللي موجوده واللي بتصدر سواء في مشاهد إعلامية درامية أو سينمائية للحياة الزوجية مؤثرة سلبا، خلينا نتكلم صراحة، مؤثرة سلبا على تفكير أجيال في فكرة الزواج، سواء بقى اللي كان بيتجوز فعاوز النموذج ده وحاسس إن هو ده النموذج التمام اللي 100 100. أنا حد صديق مثلا قاعد بنهزر مع بعض كده وبيحكي لي همومه، بيقول لي ده انا كنت قاعد انا واخويا وبقول بقى نفسي اتجوز واحده من الفلاحين اللي لما ادخل البيت تجيب لي فطير مشلتل، لا فطير ايه، الميه بملح واقعد تغسل لي رجليا. ايه يا جماعه يعني مش كده، مش كده. حتى لو ده كان موجود كانت المراه بتعمله بدافع من الحب، مش عشان هي من الفلاحين. صحيح يعني، صحيح، بلاش الـ الـ الافكار دي، لان دي افكار هي اتصدرت كده. هو معلش هو لا عاش في الفلاحين ولا يعرف ولا شاف النموذج ده قدام عينيه، بس شافه في السينما. شاف ان ده اللي بيحصل لما الزوج بيدخل تروح جايبه له الميه والملح. ده كان بيحصل موجود، لكن كان بيحصل بحب، مش بيحصل بعنف، مش بيحصل بانه ده الفرض على الزوجه، مش بيحصل ان ده السيد وهي الجارية. كل النماذج دي وكل التعقيدات دي مؤثره في اذهان الشباب اللي طالعه عندها فكره عامله ازاي عن الجواز. لازم المجتمع بقى يغير صيغة والصورة الذهنية عن الزواج في أذهان الناس. ارجع كده للقرآن آية واحدة بس، ربنا يقول فيها للمؤمنين ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم المؤمنين بعد العدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بيقول للمؤمنين المرأة اللي تموت هتعتد 4 شهور و10. عارف المسلمين اللي كانت تموت يموت جوزها ما كانوش يستنوا لما تقضي العدة، فكانوا يروح يقول لها اني فيكي لراغب، يقول لها انا عايز اتجوزك، يقول لها انا ربنا هيديلك بخير منه وهكذا. هنا المجتمع ما عندوش فرصه لان يبقى في امراه عانس اللي جوزها يموت تتجوز على طول. مفيش عندنا بقى فكره ايه ان واحد ابوه مات فامه عايزه تتجوز، ما امه دي بشر. المجتمع كان واقعي وحقيقي مع نفسه، احنا بنعيش مثاليه مزيفه. واحد ابوه مات فامه من حقها انها تتجوز، هو يحجر عليها ويقول لها لا تتجوزي ازاي، ده احنا هنتعرف المجتمع. ده احنا كده هنتعرف المجتمع. العكس،
الأب أمه ماتت، الولد يعني أمه ماتت، لا لا أم الولد ماتت، أبوه عاوز يتجوز، يقول له لا تتجوز إزاي وأمي وتجيب واحدة تاخد مكانها، تاخد مكانها مين يا ابني؟ يعني إيه اللي أنت بتعمله؟ إيه المفهوم ده اللي سايد في المجتمع؟ أنا بس بدي أمثلة علشان تفهم قد إيه المجتمع كان بسيط، وقد إيه فكرة بقى معقد جدا، وقد إيه فكرة الزواج كانت بسيطة خالص بقت معقدة لصورة كبيرة جدا تؤدي في النهاية إلى فوبيا، فالناس تحس إن أنا معمول لي حاجة، لكن ده أنت عندك هس أنت جواك أصلا حاجة غلط في التفكير في الموضوع، سواء بتؤثر عليك في الطاقة السلبية فبتفشكل الدنيا، كل ما تيجي تقرب بنت تتخطب مثلا عندها أفكار معقدة عن الزواج من غير ما هي تحس، ويتقدم لها حد وبعدين كل ما تقرب من الموضوع تحس إنها بتترعش نفسيا من جواها، بتتهز جدا وبالتالي تتردد قوي، وبعدين مبقاش عندها فرصة تستوعب خطيبها أو الشخص اللي هتتجوزه وهتكمل معاه بقية حياتها، فتحس كمان بخوف من المسؤولية، فتروح واخدة خطوة لورا وتقول لا أنا مش مكملة. وما احنا بقى عشان مش فاهمين وبنفسرش التفسيرات دي، فنروح نقول ايه، أصل بنت خالتها اللي كانت متخانقة مع بنت عمتها عاملة لها عمل، طب هما الاتنين متخانقين مع بعض انت مالك؟ أصلها حلوة. طب ما يعني تلات أرباع اللي متجوزين حلوين مش وحشين يعني، طب ليه ما تعمل لهمش أعمال؟ لا، هي الفكرة إنه في أسباب خفية إحنا ما نعرفهاش، فنقوم مفسرينها على إنها أعمال، على إنها سحر، على إنها مس، والتفسير بقى الروحاني. لو أنا هقول لك بقى بفرض إن إحنا مشينا مع هذا السيناريو، هقول لك روح اقرأ سورة البقرة وشكرا. طيب كل يوم ماشي، لو كلمنا عن مقاييس الرفض والقبول دينيا في الزواج، امتى ارفض وامتى اقبل الشخص ده بحسب الاسلام وحسب الدين؟ حلو، احنا قلنا المره اللي فاتت تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مال، جمال، حسب، جميل جدا، مطلوب والمفروض يتوفر. الشرط الاساسي اللي انت تدور عليه علشان استريح والطرف الثاني يستريح هو الدين. الدين يطلع فين بقى؟ كنا بنتكلم امبارح مع حد برضه صديق يعني، فبيقول لي بساله عن حد محامي، فبيقول لي لا ده محترم جدا، بيصلي وبيصوم والاثنين والخميس دايما. دي مقاييسنا. انا بجيب مثال بعيد عن الموضوع علشان بس نفهم احنا بنفكر ازاي. بيصلي وبيصوم واثنين وخميس تروح تلاقيه صايم وما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. قلت له ده جميل جدا، بس ده بينه وبين ربنا. ده بينه وبين ربنا. قلت له انا يعني مش عايز اقول له بقى امثله، قلت له انا عايز اسالك سؤال واحد، هل هو ممكن يبيعك لخصمك؟ هنا يظهر الدين. الخصومه. لا، في الخصومه، في المشكله اصلا بيظهر الدين. في واقع الحياه. في واقع الحياه. يعني في الامور الدنيويه. بالظبط. مش الامور الدينيه. في واقع الحياه. احنا عندنا المشاكل ما بين الزوجين بتلاقي نصها ما بتتحلش بسبب المحامي. مع احترامي لناس كتير جدا من المحامين، شرفاء وناس مهمين وناس يعني البعضي على اخلاق، لكن احنا بنتكلم على فئه بنشوفها وموجوده. انا بدي مثال بس عشان انت، هنرجع للزوج بقى هنا، لما نزل في واقع الحياه ممكن يبقى بيصلي بيصوم بيزكي بيعمل كل الحاجات الـ الدينيه الاساسيه في الاسلام، بس ما انعكسش ده في اخلاقه، فتلاقيه بيبيع الموكل للموكل التاني للخصم، بيبيع الموكل موكلك بيبيعوا الخصم. اسال كمان لو حصل بينه وبينه خصومه يحصل ايه؟ هل هيديني حقي ولا هيبخسني حقي؟ هنا القران راح موضح وقال لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ده معيار مهم اني اشوفه في واقع الحياة، لما تحصل مشكلة بيني وبينه أو تحصل مشكلة بين بابايا والولد أو بين العيلتين، الرد بتاعهم وأخلاقهم هتبقى عاملة إزاي. لو طلع بيتقي الله ومش عاوز يظلم، هذا إنسان على خلق وعلى دين. لو طلع فاجر في الخصومة، هذا إنسان ولو صام الدهر كله ولو صلى الليل ولو زكى بكل ماله ولم يخرج هذا في صفاته وفي معاملاته بين الناس، هذا لا يعتد به ولا يعول عليه. ليه؟ لأنه في أول محطة هيبيعها. دي حياة، احنا بنبني حياة بين الزوج والزوجة،
بنبني حياه بين الولد والبنت. النهارده ممكن يتجوزها الصبح، ممكن والعياذ بالله، ربنا يكفينا الشر ويعني يشفي كل مريض تبتلى بمرض، مرض مزمن طويل. شفنا نماذج لازواج زوجته مرضت مرض مزمن استمر معاها 10 و15 سنه وهو شايلها فوق كفوف الراحه. صحيح. ولم ينجب منها. هذا انسان ينبغي ان يحمل فوق الراس وان يكون تاجا عند اهل الزوجه. هنا المعايير نبدا ندور عليها مش في الصلاه والصوم والدين، المظاهر بتاع الدين دي اساسي معانا. خلاص. بس اوعى تحكم من خلالها لوحدها. لازم اعمل اختبارات، لازم اسال عليه في شغله، لازم. وحتى ما تقوليش اصلا ده بيغض بصره، ما هو ممكن يبقى بيغض بصره قبل الجواز، بعد الجواز عينه تتفتح. وارد، وكان في ناس كده وبقت كده. لكن منظر قدام الناس. احنا يهمنا ايه؟ يهمنا معاملته مع البشر. انسان محترم، انسان متربي وذوق في كلامه، انسان لا يظلم. وحط تحت لا يظلم دي 200 خط. طيب احنا لسه عندنا اسئله ورسائل كتير، بس هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم ان بوكس الفقره الدينيه مع الداعيه تامر مطر علشان نكمل تاخر سن الزواج. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل علشان نكمل فقرتنا ان بوكس الفقره الدينيه مع الداعيه تامر مطر. احنا كنا بنتكلم عن أسئلة كتير، لكن عندنا حديث: من يستطع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي ما بيستطعش المفروض عليه بالصوم. ففكرة انه كان مجتمع في الوقت ده مجتمع بدائي، كان عنده الغرائز متفجرة الى حد كبير، فدي توصيات من سيدنا النبي. فكرة الصوم هيأثر ايه؟ لا، هو ايه علاقه المجتمع البدائي بالغرائز المتفجره؟ يعني يمكن بعض القراءات بتتكلم على انه كان الموضوع ده مسبب مشكله، ان هو فكره انه ملكه الايمان والزواج الكتير واستخدام المراه كسلعه في الوقت ده كان كتير. بس هو ده اللي احنا كنا بنسال عنه. وعلى فكره عندنا في حياتنا والله طبعا خالص. طب تاثير الصوم ايه بقى؟ تاثير الصوم، الصوم هو عباده بدنيه روحيه. يعني ايه بدنيه روحيه؟ ابن مسكوي قسم الإنسان إلى ثلاث قوى، منها القوة الشهوانية. القوة الشهوانية دي اللي هي بيسميها القوة الحيوانية، اللي هي إحنا مشتركين فيها مع باقي المخلوقات الحيوانية اللي موجودة على وجه الأرض. إحنا لما بيعرفوا في المنطق الإنسان يقول لك الإنسان حيوان عاقل ناطق. ماشي. النطق، لأن في بعض يعني مش عايز ادخل في الفلسفه دي، بعض الحيوانات عاقله وفي بعضها بيتكلم لان هم عندهم جزء من العقل اللي بيديروا بيه حياتهم. الخوف من المهم يعني انه الانسان حيوان ناطق او عاقل. الفكره انك مشترك معاه في الطبيعه الفسيولوجيه. فقال لك انه الكل، ويمكن اخواننا المسيحيين الصيام عندهم الروحاني بتاعهم هو الامتناع عن كل ذي روح. ده بيفجر ينبوع الحكمة في قلب الإنسان، وبيقدر يقلل من القوة الحيوانية عند الإنسان، فبيقدر يسيطر على نفسه والعقل يحكم الرغبة والغريزة. احنا في صيامنا كمسلمين مزيج، ما بنديش طول اليوم صيام وما بنمتنعش عن الحاجات اللي فيها روح. فبالنسبة لنا وبالنسبة لكل اللي بيصوم، ان الصوم بيقلل الطاقة الحيوانية جوه الانسان، ولكن بتبقى موجودة، بس بتبقى موجودة بالقدر اللي العقل يقدر يسيطر عليه. فالانسان هنا، علشان كده لما تيجي تتكلم عن قضية زي قضية التحرش، لا مبرر لها على الإطلاق، زيها زي اللي يقول لك إن المرأة لبسها ومش عارف إيه هو المدعاة إلى التحرش وإن هو سبب التحرش، زي بالظبط خيانة المرأة اللي بتقول إن إهمال الزوج هو السبب في خيانتها. ده مرفوض وده مرفوض، والمبررين الاتنين مرفوضين. المشكلة إن إحنا لما بنيجي نعالج حاجة زي كده بنتكلم عن الأسباب وما بنتكلمش عن الحلول، بنتكلم في ذات المشكله ما بنتكلمش عن الحل. الحل ايه؟ او الحل العاقل
الحل العاقل هو التربية، والتربية بتبدأ من الصيام. التربية بتبدأ من الصيام، فعليك فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأنه هيخلي الوعي العقلي يزيد عند الإنسان، والشهوة مش هتبقى متحكمة فيه، فهيبقى كل اللي متحكم فيه العقل، والعقل هو وعي وإدراك، وبالتالي هيبقى فاهم أين موضع الشهوة، وبالتالي نفسه أصلا لن تشتهي بشراهة هذا الأمر، وبالتالي هيقدر يفكر كويس. طيب وعلى فكره اتفضل السؤال للبنات او للفتيات اللي هم برضو سنهم بيتاخر في الزواج، هل برضو ليهم الصيام؟ نفس الكلام. لان انا كنت لسه هقول انه مش بس بيأثر في موضوع، لا ده بيأثر في تزويد استقبال الانسان للمعلومات والثقافه، وبيخلي الذهن رايق. الصيام بيخلي الذهن رايق، لان كل ما بتاكل كل ما بتحصل تخمه، كل ما الخلايا بتقفل، كل ما انت بتصومش كويس. ولذلك كان قديما العلماء زي النووي وغيرهم لا يكسر من اكل الحاجات اللي فيها رطوبات، علشان جسمه ما يرطبش ويريح ويبقى حاسس بالوخم. فكان مثلا لا ياكل الخيار، فيسالوه عن كده ليه؟ يقول لهم اذا اكلته رطب بدني فوخمت فنمت. فكان دايما بينقي اكله اللي يديله طاقه، يعني ياكل تمر، ياكل فستق وبندق ومش عارف ايه، الحاجات اللي تديله طاقه بس ما تزودش عنده لا الشهوه ولا تزود عنده الاحساس بالوخم والرغبه في النوم، فما يزيدش الكسل بتاعه. فقله الاكل بتدي نشاط للجسم، يعني ده صحيا وعلميا، وغالبا بيستخدموه في علاج بعض الامراض زي السرطان، انه قله الطعام بتؤدي الى قتل الخلايا، والخلايا دي لا تتكاثر، الخلايا الأحادية اللي هي الخلايا السرطانية بيموتها. فكل ما كان الصيام موجود، كل ما قضى على الغريزة والشهوة وكسر الحدة بتاعتها، فأصبح الإنسان قادر، أصبح أنت قفلت الموضوع من جوه. الحاجة التانية أنه بيزود الوعي والعقل، نسبة الإدراك فيه بتزيد، فبيؤدي إلى أن أنا بسيطر على شهوتي وعلى غريزتي وبتحكم فيها، وما ببقاش فيها، يعني ببعد المسافة بينه وبين الحيوان في الحتة دي. أساليب للسيطرة للكنترول طبعا. فدي حكمة الصوم، إنه له وقاء لأنه هيقيه. بس هيجي حد يقول لك أنا بصوم بس برضه الموضوع ما بيحصلش معايا، مش من يوم وليلة، الموضوع محتاج منك استمرارية. بالظبط، استمرارية. إضافة إلى إنه بقى هو علاقة روحية بينك وبين ربنا، كل ما بتعمل طاعة، كل ما بتحس إنك قريب من ربنا، كل ما بتاخد ثمرة هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ده اللي هو لم تثمر فيه عبادة الصوم الإثمار الحقيقي، اللي هو أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر. فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا يرفث يعني ما يقولش كلام خارج، لا يفسق يعني لا يخرج عن المألوف في الأخلاق. لما ده هتبقى عادة الإنسان اللي بيصوم يوم ويوم، بيصوم اثنين وخميس، بيصوم الثلاث أيام البيض من كل شهر، ده هيؤدي في النهاية أنه بيرتقي بأخلاقه. فلما يرتقي بأخلاقه هيقلل عنده كل التفكير الشهواني أو التفكير الحيواني. ولذلك كان زمان السادة الصوفية اللي هم كبار الصوفية اللي سلكوا الطريق، كان عندهم جزء من أو رافد من روافض الطريق الصوم، ركن من أركان الطريق، جوع وصمت وصهر. أول حاجة الجوع. عندنا أنبياء كتير كان صيامهم ده أساسي. ما هو ده أساسي الجوع، أنه يقلل من الطعام. طبعا هنا بندي رسالة، الناس اللي عندها مذاكرة والناس اللي عندها مش أكلك ظبطه مع دكتور، ما بنقولكش جوع والجوع يبقى مطلق فيحصل عندك هبوط ومش عارف إيه، لا، يعني لا تكثر من الطعام، تقلل من الزيادات، خد بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يعني خد اللي يقوتك وما تكثرش، خدت بالك؟ فالجوع تقدر تعمله، التوازن بتاعه إنك تعمله بالصيام اثنين وخميس، لغير أصحاب الأمراض طبعا اللي تضر بالصوم، الاثنين والخميس، الثلاث ايام القمريه.
ده تمرين وتدريب على ان الانسان يبتعد عن فكره الحيوانيه، وزي ما بتقول سيطره قويه على الانسان من الداخل. طيب نبدأ ناخد بقى أسئلة من السادة المشاهدين اللي بعتلها لنا على صفحة فيسبوك إينبوكس. أنا أقوم بعمل الأبحاث العلمية للترقية الجامعية ماجستير ودكتوراه، أقوم بعملية لآخرين بمقابل مادي. أحيانا أقوم بالتعديل على هذه الأبحاث وأحيانا أقوم بعملها كاملة من الألف إلى الياء، هل هذا المال حلال أم حرام؟ المسألة دي مسألة شائكة جدا جدا. في فرق بين جمع المادة العلمية وفي فرق بين صياغة البحث كاملا. موضوع المادة العلمية ان انا بجمع مادة علمية واديها لحد وهو يكمل صياغتها او انا بساعده في تجميع المادة العلمية، ده عمل مشروع لا شيء فيه. ان انا اعمل البحث من ألفه الى يائه ويتحط عليه اسم هذا مخالف للأعراف والقوانين واللوائح المعمول بها في الماجستير والدكتوراه، وهذا لا يجوز شرعا لانه نسبة الفعل الى غير فاعله، وان هذا مؤثر في خداع وغش المجتمع. طيب في رسالة تانية بيقول صاحبها: السلام عليكم، والدتي بتغسل موتى واحنا دلوقتي في أزمة كورونا، فهل لو جت حالة غسل وقالت عندي عذر بنية ان العذر هو خوفها من كورونا، فهل يجوز؟ لانها خائفة ان تتأذى وتصاب بالعدوى وتصيب اولادها. بالعكس، الاولى لها ان تعتذر طالما انها خائفة وتخشى من الإصابة بالعدوى، فالاولى لها ان تعتذر ويقوم بذلك. الغسل هو فرض كفاية، يعني يقوم به من يعلمه، وإذا قام ويسقط بالضبط كده، فنستبدل بها أحدا آخر اللي يقدر يقوم بهذا الأمر، فإذا قام به سقط الإثم عن الجميع، وإن شاء الله ما عندناش حد بيموت لا بيموت ويدفن دون أن يغسل. فيعني هذا أمر يقوم به كثير من الناس، ف طالما هناك من يقوم به غيرها فعليها أن تعتذر، وهذا الأولى لها. أمي توفيت بعد إخواتها إلا واحدة، توفيت بعدها وأعطتني في حياتها كل فلوسها لأني أنا بنتها الوحيدة وليس لي إخوات، وقالت لي الفلوس دي بتاعتك وإذا حصل لي مرض أو موت اصرفي علي منهم وحجي لي منهم، فأنا بعت حد يحج لها بالنيابة عني نظرا لصعوبة الذهاب، فهل الحج كده نافع؟ وهل ولاد خالتي اللي توفيت بعدها لهم في فلوسها وهو كان مبلغ بسيط، وهي قالت انها سألت شيخ انها تعطيهم لي كهبة في حياتها، فهل ده يجوز؟ وهل ولاد خالتي اللي ماتوا قبلها لهم برضو ولا هي تعتبر هبة منها لي قبل وفاتها؟ طيب، هو هنا ما أعطته الأم لبنتها قبل الوفاة ده مزيج ما بين اتنين، هبة ووصية. هبة جزء لما قلت لها المال ده بتاعك، الوصية اللي فيه واعملي لي منه حجة، فهذا أمر خارج عن حد الميراث، فده هبة والحج اللي حجته حج مشروع ونافع، وربنا يكتب لوالدتها خير هذا الحج ويكتب لها ثوابه. طيب عندنا رسالة تانية بتقول: السلام عليكم، توفى أبي وكتب كل ما يملك لزوجته الثانية، مع العلم أنه انفصل عنا من الصغر ولم يصرف علينا، وبعد 30 عام أعطاني مال لشراء شقة وقال هذا حقي، مع العلم أنه اشترى لأختي من زوجته الثانية فيلا وعربية، يعني جاب لها هي شقة وجاب لأختها فيلا وعربية، هل هذا صحيح؟ لأننا لما طلبنا حقنا من إخوتنا قالوا لنا أنتم أخذتم حقكم، مع العلم أنه ترك لهم 3 شركات غير الممتلكات خارج البلد. ما شاء الله. ما شاء الله للزوجة الثانية، إنما الزوجة الأولانية الله يعين. يعني هم راجعوا والدتهم الأولانية، يعني هي القصة واضح أن الموضوع فيه أمر نفسي، وهذا الأب آثم بما فعل، والإخوة من الزوجة الثانية عليهم إن كانوا يحبون أباهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن هذا الأب يحاسب عن كل مليم الأولاد دول بيصرفوه، وحرم منه إخوتهم لأنه جار عن شرع الله سبحانه وتعالى. طيب هنا الأب ما عدلش، فلنفترض أن الأب توفى والأمر أصبح ما بين الأولاد، هل يأسم الأولاد لو منعوا إخوتهم؟ يعني هم شايفين مثلا هم أخذوا زيادة، يعني هو يقول لك المشكلة على والدي، يأسموا عقوقا انهم عقوا ابوهم. وهنا الناس لازم تفهم، ودي رسالة بنفضل نوجهها للناس، يا جماعة لا تدخلوا انفسكم النار بمتعة غيركم، انت مش هتستفيد حاجة. ربنا قال يا جماعة
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيب الأمر ربنا، أنت مالك؟ طيب ما هي النقطة أنه لو الأب نفسه متسيطر عليه ومش عايز يدي ورث الأولاد ومن زوجته الأولانية، وأنا لما أبقى راجل عندي 3-4 شركات وبجيب لعيالي فيلا وعربية وعندي ممتلكات خارج مصر، أبقى راجل يتسيطر عليا إزاي؟ لا في احيانا بتحصل ان الزوجه الاولانيه بيبقى اولادها مظلومين، الزوجه الثانيه بيبقى هي اللي ليها السيطره على كل حاجه. هو مسؤول، هو اللي عمل في نفسه كده يعني، فلنفرض ان هو اتسيطر عليه والعيال دول كتبوه كل حاجه وفي الاخر رموه في دار مسنين، يجي يشتكي؟ ما احنا هنقول له انت اللي عملت في نفسك كده، ده لينا احنا. طب لما يروح عند ربنا، ما هو برضه هو اللي عمل في نفسه. الاولاد بقى اللي هم من الزوجه الاولانيه مصيرهم ايه او ورثهم؟ خلاص هم كده اصبحوا في حكم القانون لا شيء لهم، لكن في الشرع هم ليهم ميراث. وهو جار يعني ظلم، جار يعني حاد، وجاع على أولاده التانيين، وإدى لأولاده من الزوجة التانية إداهم حق أولاده الأولانيين، خلاص يأثم يحاسب على ده قدام ربنا. الأبناء بقى، عشان كده بنقول للناس يا جماعة أولادك لما الفلوس هتجري في إيديهم وحيتمتعوا بخيرك اللي انت سبته وانت ظلمت، ولا هيسألوا فيك ولا هيسألوا فيك. دول لو كانوا أبناء صالحين اللي انت كنزت وعملت وتعبت عشان خاطرهم كانوا أولى الناس ببرك بعد موتك. يعني احنا نعرف ناس، وده بقى الفرق بين يعني الابن الصالح والابن غير الصالح. بعد ما ابوه مات، يعني انا اعرف حالة ربما تكون سمعانا دلوقتي، والله ابوها عنده ولد مهندس خد أراضي استصلحها حوالي 300-400 فدان، وبعدين المهندس ده ساب شغله واشتغل مع والده في استصلاح الأرض، فتعب وشيء جدا، فبابا كتب له الربع 25%. فلما والده توفي وجي يقسم الميراث تنازل عن ده، رغم أنه الأب لا يأثم في هذا، وهذا الرجل ماله حلال وخد الربع، ده شيء جائز جدا ولا فيه شيء، لأنه ده نظير تعب واجتهاد وهو اللي متولي الأمر كله، تنازل عنه وقال سأقسم التركة بيني وبين إخوتي تقسيما شرعيا لا وصية فيه وإن كانت الوصية فيه جائزة، ولا هبة فيه وإن كانت الهبة فيه جائزة. يتحرى الحلال، ده بيتحرى الحلال، وبعدين ربنا هيجيب له يعني، مش هتروح كده خلاص. هو كان بيدور على إن إخواته ما بقاش فيه حاجة في نفسه، لكن على النقيض بتيل الناس يقول لك أنا ماليش دعوة، أبويا اللي كتب لي، هو يتحمل الاسم عند ربنا، أنا مالي. ناخد هنا سؤال عن نوع مختلف من الميراث، يعني هم بيورثوا المال لكن الكره والحب بيتورث كمان. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فأنا هذا أب ظالم، ولذلك سيدنا النعمان بن بشير لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولده أراد أن يكتب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت بقية إخوته مثله؟ فقال له لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور. هو الراجل سيدنا النعمان بن البشير كان عاوز يكتب لابنه حاجة زيادة عن إخواته، فراح يشهد النبي على الهبة اللي هو ادهاله، فالنبي قال له أعطيته، هل أعطيت إخوتك إخوته مثله، يعني اديته زيهم؟ فقال له لا. قال اذهب امشي فإني لا أشهد أشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور. أنا جبت النص ده لا أشهد عليه غيري لأنه عند الجمهور وعند فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأولى أن تعطي الجميع بعضهم زي بعض. ده مش في الميراث، الميراث مش من حق حد إنه يقسم الميراث قبل ما يموت، وقلنا ده قبل كده وهنقوله تاني وهنقوله تالت، مش من حقك إنك تقسم ميراث قبل ما تموت. سيب التركة تقسم حسب شرع الله. طب ما في ساعات مثلا بعد وفاة الأب بيبقى مثلا إخوات وبنات، الولاد بيحطوا إيديهم على التركة أو الثروة دي ويقولوا إنه البنات ما لهمش حق لأن هم بنات، أو بيدوهم نصيب بسيط جدا مقابل إن هم متجوزين، أو الفلوس دي هتروح لأغراب. حلو جدا. طيب هنا ده بقى اللي احنا بنقول عليه فكرة المعايير اللي انتوا بتسألي عليها. الراجل ده بيصلي وبيصوم والفجر حاضر، غالبا هتلاقيه بيصلي الفجر، تمام الفجر حاضر، بس عند الميراث ما يعرفش ربنا. اصل اختي هتديه الاغراب، وانت مالك؟ هو ربنا يعني مش عارف ان اختك هتتجوز من واحد غريب ومديها
حقها في الميراث. ده حقها اصلا. لا، هذا حق مرأة مثل، وانا اتمنى ان يكون في الزام مع اعلام الوراثة بتقسيم التركة بعد ربع ساعة من الميت ما يموت. ربع ساعة. مش من حق حد ينتظر. ما هو اصلا انت عندك ايه، في نوع من الاهمال. طب استنوا لما نجوز البنت الصغيرة. لا، مش شرع. طب استنوا لما الواد يتخرج من الجامعة. لا، مش من الشرع. طب اصل لما بعد شوية هنبقى نبيع، لما يعدي 40 يوم، لما يعدي سنة. مش من الشرع. ما فهمنا الصح. الاب مات بعد ما يدفن، ونرجع بعد ربع ساعة نقعد نتغدى ونقول يا جماعة أبوكوا عنده فدان، هنقسم الفدان كده. هو أبوكوا عنده عمارة، كل واحد فيكوا حقه أهو. اللي عايز ياخد حقه دلوقتي نكتب العقد، اللي عايز يسيبه براحته، كل واحد فيكوا عارف حقه. يا هنجيب المحامي بعد بكرة ونقسم، لكن محدش ياخد أموال حد بالباطل. وأنا أنصح كل واحد اللي مات أبوه وله حق في التركة، ما تطولش وما تسكتش وتصهن وتعمل نفسك مش عايز تزعل اخواتك وانت بتغلي وبتقطع في نفسك من جوه، وتستنى تقول اصل هياكل وشي، اصل اخواتي هيزعلوا. لا، اللي يزعل يزعل، ده شرع ربنا وما فيش فيه كلام. تقعدوا مع بعض، لان لما بيكون في اخ اكبر هو اللي مسيطر، الفلوس هتجري في ايديه وهيشوف خير الحاجات التركه اللي طالعه من ابوه، وبالتالي هيفتتن. فما تكونش عون للشيطان على اخوك، ما تخليش اخوك الشيطان، انت والشيطان عليه، تساعده الفلوس تغريه والشيطان يقول له طب خلاص ايه، كبر دماغك. فاما بقى انه يختلس، واما انه يمتنع انه يدي للناس حقوقها. لا، مباشره قسموا التركه. احنا وقتنا خلص للاسف. نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد. نورتنا استاذ تامر. شكرا يا عمو. احنا حلقتنا من إين بوكس الفقره الدينيه خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد.